السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. معكم زميلكم محمد زرادات من لجنة الطب البشري، راح أكون معكم اليوم في شرح محاضرة الأخيرة، آخر تفريغ في مادة الـ Introduction to Research and Evidence Based Medicine من مادة الفاينل. طبعا أغلبكم وصل لهذه المحاضرة يا أما هو فشك عن 5-6 محاضرات زي حالتي، أو أنه في الفترة الأخيرة قبل الامتحان ومحوش وقت كثير يدرسها، لأنه دراستها صراحة بدها وقت. راح اشرح لكم انا المحاضره كامله، احضروها مع تسريع وان شاء الله الشرح يساعدكم في فهم المحاضره اكثر. وفي اخر المحاضره راح ارجع لكم احدد على السريع شو الاشياء اللي حيجي منها اسئله اللي تركزوا عليها، والاشياء اللي الفارط او يعني ما لها داعي تسحبوا عليها وانتم مطمنين ان شاء الله. خلينا نبلش. عنوان المحاضره Getting Evidence into Practice، كيف نبلش فيه في البراكتس في تطبيقه كاطباء احنا، وهي غالبا محتوى المحاضره. انت ككلينيشن او كدكتور في المستشفى كيف بدك تطبق الايفيدنس بيس ميديسين، تستفيد منه، شو العوائق اللي بتكون قدامك، شو الاشياء اللي بتواجهها، شو الاشياء اللي لازم تحطها في عين الاعتبار، وكثير شغلات هسه راح ندرسها اول في اول. في الانترودكشن بحكي لنا انه انت كطبيب لما يكون في عندك دليل على انه هذا الدواء او اي شيء سواء كان دواء او كان طريقه علاج works، تمام، something works، خلينا نستخدم الليزر بس، works is good and benefits to the patient، اذا كان يعني مفيد وجيد للمريض فانت راح تعمله، تمام. باختصار هاي مقدمه للevidence based medicine. واذا كان عندك دليل that something does not work and is harmful or does not benefit the patient you don't do it، تمام. اذا كان في عندك شيء او دليل انه هذا الشيء فعال ومفيد للمريض بتعمله، اذا كان الشيء غير فعال ومضر للمريض ما بتعمله. واذا كان عندك الدليل غير كافي، فالدليل ما ببين لك هذا الشيء فعال او غير فعال وما في دليل يثبت فعاليته على هذا المريض او هذا النوع من المرض، فانت هون كطبيب حتعتمد على الانديفيديوال كلينيكال اكسبرتايز، وحتكون كونزرفاتيف او حتكون محافظ، تحافظ على التوازن ما بين حياه المريض وما بين خبرتك وما بين الادويه والاشياء الموجوده علميا. فهي باختصار الانترودكشن. برضو هذا المثلث اخذناه يعني زمان عارفينه. الايفيدنس بيس ميديسين بتكون من البيشنت فاليوز والاكسبكتيشن، الكلينيكال ايفيدنس والكلينيكال اكسبرتايز. فهي مجموعه هون برضو ايفيدنس اكسبيرينس واكسبكتيشن تبعون المريض، الايفيدنس تبعيت الايفيدنس بيس ميديسين، الاكسبكتيشن تبعون المريض، والاكسبرتايز تبعيت الكلينيكال اكسبرتايز حكيناها اللي هي تبعيت الطبيب نفسه. مش مهم كثير هذا المثلث بس يعني حاطين صورته لان الصوره مكرره مرتين يعني فاتوقع مهم. نيجي ننتقل الى واي ايفيدنس بيس ميديسين، ليش الايفيدنس بيس ميديسين، ليش احنا بنستخدم الايفيدنس بيس ميديسين. اول شيء كوست، شو يعني كوست، يعني شو يعني كوست. الايفيدنس بيس ميديسين باختصار ممكن يكون طريقه اني احدد العلاج الاكثر توفيرا على المريض. خلينا نشرح. Many companies often use cost-cutting measures. تستخدم cost-cutting measures such as treatment algorithms. مش عارف كيف طلعت مع لفظ هذاك. فبتستخدم cost-cutting measures as treatment algorithms under the name of evidence-based medicine. فهي بتستخدم cost-cutting measures طريقة حتى تحدد فعالية البروسيجر اللي حتتخذه، تمام. في بعض الكومبانيز او المستشفيات تتخذ الكوست كاتنج ميجرز ك ايفيدنس بيس ميديسين حتى تحدد الدواء او العلاج الاكثر فاعلية للمريض وبنفس الوقت اكثر توفيرا على المريض. طبعا لما يكون المريض او لما يكون الكوست عبارة عن بارير فور ذا بيشنت، فا اتس امبورتنت فور كلينيشنز تو نو وين تريتمنتس ار هولي انفكتيف and make decisions to utilize the most cost effective measures، تمام، to utilize the most cost effective measures. فبحكي لك هنا انه الشركات تستخدم تقنيات دقيقه حتى يقللوا السعر او يختاروا العلاج الاقل سعرا واكثر توفيرا على المريض. ومهم برضو الدكتور يحط في عين الاعتبار انه الحاجز المادي موجود عند المريض، فمش حيقدم على خطوه في انه يستخدم تريتمنت او علاج ineffective وتكاليفه عالية، يعني ممكن الأثر تبعه مش كثير بس تكاليفه عالية كثير، فبقدر يتخلى عنه بأريحية لأنه الكوست أو المبلغ المادي عبارة عن برير وحاجز عند المريض، ما راح يخاطر بدفع مبالغ كبيرة عشان إشي تأثيره بسيط جدا وحيتخذ القرار تبعه. فعشان هيك حيكون الإيفيدنس بيس ميديسين مهم لأنه برضو يعتبر كوست كاتينج ميجرز،
بيحدد لنا الموست افكتيف موست كوست افكتيف ميجرز، تمام، موست كوست افكتيف تريتمنت. النقطه الثانيه هي ديلي اوف بنش تو بيد سايت ريسيرج، هي المهله او المده حتى يوصل الريسيرج من البنش، من على مكتب الريسيرجر مكتب الباحث لحد البيد سايت، يعني تطبيقه سريريا. هاي باختصار بس من الشكل النظري الى التطبيق السريري. مثال عندنا هون حاطين الاسبرين، تمام، الاسبرين اللي بنستخدمه للاكوت ام اي او اللي هي المايوكارديال انفراكشن الهارت اتاك، يعني 6 years from the first systematic review of the randomized controlled trials. هسه 6 سنين اخذت منهم حتى يعملوا الماده النظريه، تمام، عفوا حتى تنتقل الاسبرين من الماده النظريه على الريفيو ارتكلز والتكست بوكس، وبعدين اخر شيء الاكسبرت اوبينيونز والريكومندد ذير يوز. اخذت 6 سنين الاسبرين، اخذ 6 سنين حتى ينتقل من ريسيرش نظري او بحث نظري موجود على مكاتب الريسيرشرز والباحثين الى الريفيو ارتكلز والتكست بوكس، بعد هيك يستخدموا الاطباء حول العالم ويصير علاج فعال. فمتخيلين انه قديش الايفيدنس بيس ميديسن ممكن يسهل علينا استخدام الادويه، ويعني الاسبرين كثير مفيد للهارت اتاك، بيقلل 20% من وفيات الهارت اتاك، والنسبه يعني لا يستهان بها. فهاي هي خطوات الديلي اوف بنش تو بيد سايت ريسيرش. طبعا كثير الايفيدنس بيس ميديسن بيساعدنا انه ننقل الريسيرش الى كلينيكال براكتس او للبيد سايت، هم رامزين لها هون للبيد سايت. فاول شيء بكون الريسيرش برايمري ليترشر، يعني ريسيرش بكون بحث مكتوب ومكتوب الحسنات وسيئات وكذا. بعدك بيصير سكندري ريسيرش، سكندري ريسيرش يعني موجود على التكست بوكس والارتكلز منشور، تمام، تم نشره على الانترنت والناس تقرأ عنه وتبحث عنه وتشوف شو ايجابيات هذا الريسيرش وشو سلبياته، وفي تجد في تجارب. يعني هو اللي بيفرق بين البرايمري ليترشر والسكندري ريسيرش انه اللي هي الار سي تيز، تمام، التجارب اللي صارت على هذا الدواء واثبتت فعاليته. بعد هيك بصير روتين كلينيكال براكتس، بصير الناس تستخدمه حول العالم بكل الكلينكس، بكل كل الاطباء بيستخدموه كعلاج. نيجي الان للنقطه الثالثه وهي المانجينج ذا ليترشر. ار سي تيز اللي هي راندومايزد كنترولد تريلز ببلشد اوفر ذا لاست 50 ييرز، تمام، انت بتعتمد في الليترشر على الار سي تيز او الراندومايز كنترول تريلز اللي الكنترولد تريلز اللي تم نشرها عبر ال 50 سنه الماضيه. بعد هيك الايفيدنس بيس ميديسن راح يساعدك تو فايند ذا موست ابروبريت ارتكل، حتى توجد الارتكل المناسبه او الليترشر المناسبه لك لهذا الكلينيكال كويستشن اللي انت طرحته. الكلينيكال كويستشن هو الحاله المرضيه، يعني بس انت بتحولها لسؤال، والاجابه على هذا السؤال حتكون باحد الارتكلز الموجوده في الخمسين سنه الماضيات. الايفيدنس بيس ميديسن هو حيوفر لنا الاسهل طريق حتى نوصل بسرعه الى الارتكل المناسبه، وهذا الشيء بنسميه سنتر فور ايفيدنس بيس ميديسن CEBM سنتر اوف ايفيدنس فور ايفيدنس بيس ميديسن. فهذا هو المانجينج ذا ليترشر اللي هي الار سي تيز والارت ابروبريت ارتكلز فور سبيسيفيك كلينيكال كويستشن. فحكينا احنا ليش بنستخدم الايفيدنس بيس ميديسن على النقطه الاولى اللي هي الكوست، النقطه الثانيه الديلي اوف بنش تو بيد سايت ريسيرش، النقطه الثالثه مانجينج ذا ليترشر، والنقطه الرابعه حتكون كاونتر مسليدنج ماركتنج. كاونتر حيحارب محاربه المسليدنج ماركتنج، التسويق الخاطئ للمنتجات. فالفارماسيوتيكلز اللي هي الشركات الأدوية بتروج تستثمر مبالغ كبيرة ومصادر ضخمة في ترويج منتجاتها، تمام، والترويج المنتجات هذا بكون في بعض، يعني في بعض الفارماسيوتيكالز كومبانيز، بعض الشركات الأدوية بتروج البرودكتس تبعونها بناء على سكيود او اللي هي سكيود او سيلكتيف ايفيدنس. هسه شو السكيود ايفيدنس او سيلكتيف ايفيدنس؟ السكيود ايفيدنس هو الدليل المشوه، تمام، شو الدليل المشوه؟ هو الدليل تم تلاعب بالأرقام تبعونه، تمام؟ حتى صارت هيك مش الأرقام، إحنا بس نخلص الأرقام والنتائج ونحولها للرسومات بيانية وكذا. فيمكن تمييزها إنه الدليل هذا والأرقام هاي الموجودة عندهم لما تيجي تحولها لرسم بياني بتلاقي رسم البياني غير معقول بأشكال هيك تخبيص وتعجيب. ف
فهم غيروا بالأرقام عشان يبين الدليل إنه والله الدواء تاعنا فعال، هنا غيرت في الأرقام تبعونه وغيرت شوي بأرقام التقارير، فصار إنه قدام الناس لما يظهر أو أي حدا يقرأ التقرير تبع هذا الدواء والله فعال وبيشتغل والنسبة كذا كذا والنسبة كذا كذا. هذا الإشي راح يكون غلط يعني، ومشوه تم التلاعب به، تمام؟ أو selective evidence عن طريق إنهم hide evidence، يخبوا دليل معين ويظهروا دليل معين على حساب الأدلة الثانية. فهذا معنى skewed والselective evidence. Or through direct to consumer advertising. هسه شو DTC؟ بنرمز لها بالDTC اللي هي direct to consumer advertising. الدايركت تو كونسيومر ادفرتايزنج هي طريقه تسويق، تمام؟ تسويق انت بتسوق عن طريق الميديا، عن طريق وسائل الاعلام للدواء معين. فعلى سبيل المثال شركه بنادول بتعمل ترويج او تسويق على المواقع، على المواقع ايوه، وعلى التلفزيون وعلى كل مكان موجود عندنا في الميديا ممكن انت تشوفه، بتشوف هذا الدواء قدامك، بتروج له على انه دواء فعلا فعال وفعلا بفيدك، وبتحكي لك شو الامراض ممكن يعالجك فيها والاشياء اللي ممكن يساعدك فيها والى اخره. فانت لما يصيبك احد هاي الاعراض والاشياء اللي هو بيعالجك اياها، لما تروح على دكتور انت عشان تتعالج، حتروح عند الدكتور تقعد معاه شويه وبعد هيك تقول له بالله يا دكتور شو رايك توصف لي بنادول لانه هذا بفيدني وانا سمعت انه البنادول هذا ممتاز وكويس. هسه نوع التسويق هذا للدواء هو نوع سيء. ليش؟ لانه بيخلي الناس هي تيجي تعرض الدواء على الطبيب، مش الطبيب هو يختار الدواء المناسب. وفي بعض الحالات في اطباء يعني ما بيبحثوا عن الدواء ودغري بوصفوه للمريض، وهذا الاشي حيكون غلط. لازم الطبيب يوعى على هذا الاشي ويروح على الايفيدنس بيس ميديسن ويدور في الارتكلز، في البحوثات، في الايفيدنس بيس ميديسن الموجوده عندنا، يستخدم الايفيدنس بيس ميديسن حتى يوجد هل الدواء اللي حكى المريض قدامي وطلبه هل هو فعلا صح زي ما بتحكي الإعلانات على السوشيال ميديا، أو إنه غلط وأنا المفروض إني أسحب على الموضوع المريض وأوصف له دواء من عندي أنا متأكد من فعاليته ودارس الإيفيدنس بيس ميديسن تبعونه. فبحكي لك إنه الإيفيدنس بيس ميديسن provide tools to alert clinicians against potential misleading marketing. بتنبه الكلينيشنز هم الدكاترة against potential misleading marketing، ضد أي تسويق خاطئ ممكن يصير. فهي أداة جدا مفيدة للكلينيشنز حتى يتأكدوا من الدواء اللي بيمر قدامهم أو حدا أي حد يقترحه عليهم فعلا دواء حقيقي ولا كاذب. بحكي لك one such tool to detect publication bias، وهي برضو tool evidence based medicine، تول مهمة حتى تكتشف التحيز، تمام؟ التحيز اللي بتعمله شركات الفارماسوتيكال عن طريق انها تروج لدواها على حساب أدوية ثانية وانه دواها احسن وافضل، ويعني كثير بتكون متحيزة لدواها وانه فعال جدا. ف حتى انت تكتشف هذا الاشي لازم تعمل تشوف تراجع للكلينيكال تريل ريجستريز، تمام؟ لازم تراجع للكلينيكال تريل ريجستريز اللي هي التجارب السريرية اللي صارت على هذا الدواء. لما تراجع التجارب السريرية صارت على هذا الدواء فأنت بتتأكد هل هم فعلا بياست تحيزوا لدواهم وعملوا أشياء خطأ روجوا له بطريقة خطأ، ولا هو فعلا دواء يستحق والتجارب السريرية تبعيته الموثقة تثبت أنه فعلا دواء فعال ومفيد. أنت هيك كطبيب تتأكد من الدواء عن طريق الإيفيدنس بيس ميديسن، عن طريق أنك تراجع الكلينيكال تريل ريجستريز التجارب السريرية المثبتة والمسجلة. وبرضه التجارب السريرية المثبتة والمسجلة هاي تعتبر دفاع للفارماسوتيكالز كومبانيز، يعني تعتبر دفاع بالنسبة لهم، عشان هيك هم بيهتموا كثير بالتجارب السريرية وبيحاولوا يثبتوها قد ما يقدروا، وما لا يمكن ينشروا دواء إلا تكون متأكدين من الكلينيكال تريل ريجستريز. ليش؟ لأنه في بعض الأشخاص مثلا الشركات المعادية، شركات الأدوية المعادية، أو حتى الأطباء اللي مش مقتنعين بنوع دواء معين أو مش مقتنعين بموضوع معين، ممكن بعد ما ينتشر دواء معين للشركة، تمام، يحبوا يرجعوا يراجعوا التقارير تبعونه، فبروحوا على التقارير أو البحث العلمي تبعهم، ما بروحوا على الكلينيكال تريل ريجستريز، بروحوا على البحث وبيصيروا يعني يتبعوا وراء البحث خطوة بخطوة ويحاولوا يقروه بطريقة أنهم هم يعني قاعدين بيدوروا على الخطأ. هم قاعدين بسموها هنا الداتا مايننج، تعدين البيانات. أنت بتدور على البيانات كلها تعيد هذا الدواء أو هذا العلاج بهدف أنك تقتص من الشركة، أو هدف أنك تضر الشركة وتلاقي خطأ في هذا الموضوع. فهذا بنسميه داتا مايننج باي بوست هوك. باي بوست هوك شو يعني بوست هوك؟ بوست ما بعد النشر، هوك اللي هي أنت بدك
تمسك ال 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 شو اسمه الخطأ، بدك تدور على الخطأ. فأنت بعد ما ينتشر ال articles والريسيرش تبع دواء معين، بتقعد تدور فيه وتبحث فيه حتى تلاقي خطأ معين تثبت إنه والله هذا الدواء خطأ. طب ما الدواء انتشر وأصلاً كان مثبت الدواء، ليش هسه أنت إجيت مثلاً تحكي لا هو بيكون بس بده يخرب وبده يضر هاي الشركة. فالشركات لازم تكون متأكدة من الكلينيكال تريل ريجستريز حتى تكون إلها جارد دفاع ضد الداتا مايننج باي بوست هوك ستاتيكال اناليسيس. فهاي نقطة شوي بجوز انعجقت معاكو، بس بدي احكي لكم انه التول حتى تثبت لي عفوا حكينا ليفيدنس بيس ميديسن بينبه الكلينشنز ضد اي مسليدنج ماركتينج، وبرضه الكلينشنز هذول حتى يتاكدوا من اي مسليدنج ماركتز ويتاكدوا من البابليكيشن بياس لازم يروحوا يراجعوا للكلينيكال تريل ريجستريز ويتاكدوا منها. فإذا تأكدوا معناته فيش عندنا هون تحيز وهذا الدواء فعلا فعال وحقيقي وفيش ماركتينج خاطئة. برضو هاي اللي هي الكلينيكال تريز ريجستريز بتفيد الشركات نفسها زي ما بتفيد الدكاترة اللي حيبحثوا عن نوع الدواء، تفيد الشركات نفسها. بتفيد الشركات نفسها عن طريق انها بتدافع عن اي نوع دواء معين او اي بحث معين لشركة فارماسوتيكال شركة ادوية، اي بحث تبعها بتدافع عنه من الناس اللي الهجومين او اللي الداتا مايننج باي بوست هوك اللي بروحوا بيعدنوا بيعملوا تعديل في البيانات تبعية الريسيرش وبيدوروا على خطأ واحد فيها لو خطأ بأرقام بسيطة اي اشي. المهم هم بيلاقوا يعني الريسيرش والابحاث المكتوبة كتاب والارقام يمكن تكون مختلفة عن التجارب السريرية، فاحتمال انهم يلاقوا اخطاء، بينما التجارب السريرية هي اللي بتكون خط الدفاع الاول بالنسبة للكلينيكال تريلز عفوا للفارماسيوتيكال كومبانيز. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة ليش احنا بنستخدم او ليش احنا بدنا الإيفيدنس بيس ميديسن حتى ننقله للبراكتس يوز. اول اشي النقطة الخامسة عفوا dealing with conflicting results. conflicting results هي الحقائق المختلف عليها، تمام، حقائق في اختلاف ما بين الدكاترة عليها، والاختلاف هذا بكون بناء على physiologic reasoning او theoretical knowledge او results of studies which are biased or having poor methodological flaws. هس ممكن يصير اختلاف ما بين الأطباء نفسهم حول العالم حول فعالية دواء معين أو لا، تمام؟ فهم لما يجوا يعملوا عفوا لما يفكروا إنه هذا الدواء فعال ولا لا برجعوا إلى الفسيولوجيك ريزونينج التفسير الفسيولوجي، تمام؟ إحنا درسنا بالفسيولوجي كيف الأعضاء بتشتغل، كيف مثلا الجهاز الهضمي بيشتغل وظائف وين بيصير الامتصاص وكذا، فهم بكونوا فهمانين الجسم كلياته كفسيولوجي وبيحاولوا يفكروا هل الدواء هذا فعلا بتعاون مع الفسيولوجي تبعية الإنسان وبيشتغل شغله ولا لا. فهي بصير نقطة خلاف عليها، ليش؟ لأنه في بعض دكاترة في مراجع يعني بتختلف عن مراجع، في دكاترة بيكون يعني الثيوريتيكال نوليدج أو المعرفة تبعيتهم شوية مش محدثة، أو يمكن بعض الناس مش مقتنعين بالدراسات معينة مش مقتنعين بآراء معينة للفسيولوجي، ففي اختلافات هون، في عنا كونفليكت وصراع. حتى انا احارب هذا الكونفليكت وكاونتر الكونفليكت هذا انا بستخدم الايفيدنس بيست ميديسن. وطرحوا هذا المثال اللي هو البيتا بلوكرز، تمام. بيتا بلوكرز هي انيشلي افويدد، تمام، كبدايه الناس تجنبت انها تستخدمها. ليش؟ طبعا هي البيتا بلوكرز تستخدم للمايوكارديال انفراكشن او الهارت اتاك. الناس اول شيء الاطباء تجنبوا انهم يستخدموها، ليش؟ انهم ثينكينج او فكروا انه they would decrease compensatory sympathetic mechanism. فكروا هم بمنطق فيزيائي بمنطق فيسيولوجي عفوا وكمنطق علمي هم اللي درسوا انه البيتا بلوكرز هاي راح تضر وحتعمل ديكريزنج للكومبنساتوري سمباثيتك ميكانيزم. لما صارت الايفيدنس بيس ميديسن تم تجربتها على التجارب السريريه والتحقق منها وصارت النتائج تختلف توقعاتهم، هاي اللي بنسميها انتويتيف ريزولتس كاونتر انتويتيف ريزولتس. انتويتيف ريزولتس نتائج غير متوقعة، هم غير متوقعة، غير الأشياء اللي هم متوقعوها، فهي اسمها counter intuitive result. نتجت نتائج غير متوقعة إنه البيتا بلوكرز فعالة جدا وكثير كثير 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 فعالة في الهارت اتاك، لدرجة إنها بتقلل وفيات 20% من الناس اللي بيصابوا بهارت اتاك. فالنتائج كانت مختلفة عن الفسيولوجي اللي درسوها هم، فالتأكد حول الموضوع هذا
كان الإيفيدنس بيس ميديسين، كان في صراع بينهم. الإيفيدنس بيس ميديسين هو الحل الأمر كشكل نهائي. فهي الأسباب الخمس اللي إحنا بنستخدم، أو ليش إحنا بدنا الإيفيدنس بيس ميديسين يطبق أكثر: الكوست، ديلي أوف بنش تو بيد سايت ريسيرش، مانجينج ليترشر، كاونتر مسليدنج ماركتينج، وديلينج ويذ كونفليكتينج ريزولت. تمام، فهمنا ليش احنا بدنا الايفيدنس بيس ميديسين. طب نشوف شو الدومينز او شو الاقسام تبعيه الايفيدنس بيس ميديسين هذا لما نستخدمه ككلينيشنز، كاطباء. فروم كلينيكال برسبكتيف، من منظور كلينيكال، تمام، ايفيدنس بيس ميديسين از ريليفنت فور 5 كي دومينز، بنقسم الى خمس اقسام رئيسيه او خمس دومينز، 5 دومينز احنا بنسميها. هاي الدومينز كثير مهمه لنا، زي ما تشوفين هون حطيت الدومينز. هاي الدومينز اوف ايفيدنس بيس ميديسين هم خمسه ولازم نفهمهم كلياتهم. الدومينز اللي ايفيدنس بيس ميديسين، الدومين الاولى الانترفينشن. الانترفينشن معناها التريتمنت، تمام، انترفينشن او التريتمنت، تمام، العلاج. فبيخليني شو يعني الدومين هذا، شو القسم هذا، لما نستخدم الايفيدنس بيس ميديسين حتى اتاكد هذا العلاج فعال، واذا في علاج افضل منه ولا لا. بس باختصار هذا الدومين المختص بالانترفينشن. الدومين المختص بالإتيولوجي، الإتيولوجي هي الهيرت أو ال 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 كيف تنكتب هيرت، أيوة تمام، الأذى، حتى أقيس نسبة الضرر على المريض، تمام، حتى أقيس والله إنه إذا تعرض لعامل معين حيتأثر كثير ولا لا، حينضر ولا لا. فالهيرت أو الأذى في أي حالة مرضية أنا شوي انكتبت غلط، هيرت تمام، الأذى أو الإتيولوجي اللي هي بنسميها الأيوة الهيرت والضرر اللي بيكون على المريض إذا تعرض لإشي معين. فأنا بقدر أحدد عن طريق الإفيدنس بيس ميديسين هل الضرر حيكون كبير حيكون صغير، وأحدد النسبة تاعيته إلى آخره. فالنقطة الأولى حكينا اللي هي الانترفينشن، العلاج، في علاج أفضل ولا فيه، ولا هذا العلاج فعال على هذا المريض ولا مش فعال على هذا المريض بشكل خاص إلى آخره. النقطة الثالثة وهي الدياغنوسيس، دياغنوسيس حتى أنا أحدد التست المناسب لهذا المرض. فيعني أنا بس بدي أحدد، يجي عندي مريض بدي أحدد عن طريق الإيفيدنس بيس ميديسين شو التست أو الفحوصات اللي لازم أعملها بسرعة حتى يعني تكون في فحوصات في مكانها، عرفت، مش فحوصات بس لتضييع الوقت. فالإيفيدنس بيس ميديسين بيساعدني كثير، وهو يعتبر دومين من الدومينز تبعون الإيفيدنس بيس ميديسين اللي هي الدياغنوسيس، في تحديد التست، تمام، الفحوصات، فحوصات اللي راح تصير، يا اما انا بعمل له باثولوجي تيست، يا اما بعمل له مثلا فحص دم، يا اما فيزيشن تيست يعني فحص هيك موضعي. في كثير انواع فحوصات، ما اتوقعش انها مهمه كثير يعني، بس هي موجوده بالتفريغ اذا بدكم ترجعوا لها، بس انتم تفهموا الفكره بشكل عام. والدومين بعديه هو البروغنوسيس، البروغنوسيس هي التكهنات، تمام، هي الاشياء اللي انا بتوقعها كطبيب. فبتروح مثلا مريض سرطان بتوقع انه راح يموت بعد كذا سنه، او مده حياته بعد كذا سنه، مش بمعنى انه مده حياته، هم بتوقعوا بقيسوا كيف المرض عم يتطور، وبفكروا كيف يعني بقيسوا هم عن طريق ادله كيف المرض هذا مع تطوره راح ياثر على الجسم حتى بالاخير يؤدي الى وفاته. فالإيفيدنس ميديسين عنده دومين كامل في موضوع البروغنوسيس والتكهنات اللي بتصير، واحدد انا اللايف اكسبكتنسي، احدد الديفلوبمنت اوف ديزيز، تطور المرض هذا، والله انه بعد ساعه راح يصير كذا، بعد ساعتين راح يصير كذا. هذا الاشي موجود في الإيفيدنس بيس ميديسين. بكره بصير اطباء راح نشوف كيف انه فعلا الإيفيدنس بيس ميديسين في عنده ادله تثبت انه الامراض بعد ساعه كذا من ظهور العرض معين حيظهر عرض ثاني. كثير كثير إشي ممتع لو نتوسع فيه. والدومين الخامسة والأخيرة هي cost effectiveness، يعني أخذناها فوق ورح نرجع نعيدها هنا، اختيار الأفضل حل أو أفضل حل من ناحية مادية وممكن يساعد كثير المريض. وهل يعني هم بحكي لك are any interventions worth paying for، يعني هل بستحق الانترفنشن اللي أنا استخدمته الدفع والمبلغ اللي راح أحطه عليه ولا لا. فهي الدومينز الخمسة للإيفيدنس بيس ميديسين. إذا بدكم تشوفوا أنواع التيستس واللي موجودة هون ادرسوها، وعادي يعني مش كثير إشي مهم. هي خلينا نروح للبرنسبلز أوف إيفيدنس بيس ميديسين. البرنسبلز أوف إيفيدنس بيس ميديسين هي الـ يعني القواعد الأساسية للإيفيدنس بيس ميديسين. أنت حتى كطبيب تستخدم الإيفيدنس بيس ميديسين، خمس قواعد أساسية بدك تبلش فيها بالترتيب، وهي تعتبر زي خوارزمية، تمام. النقطة الأولى وهي construct أويل، لا شوية تمام، construct أويل being عفوا أويل built clinical question.
construct a well built clinical question and classify it into one category اللي هي الدومينز اللي حكيناها من فوق الخمس دومينز. فانت حتنشئ سؤال كلينيكال كويستشن او حاله مرضيه حتحولها لكلينيكال كويستشن. ويل بيلت لازم تكون مبنيه بشكل جيد. المهم انت تطرح سؤال ويل بيلت سؤال مبني بشكل جيد وتتاكد منه and classify it into one category وصنفها الى احد الكاتيجوريز او الدومينز اللي حكينا عنهم للثيرابي اللي هي التريتمنت او الانترفينشن دياجنوستس ايتيولوجي بروجنوسيس اور كوست البريفنشنز. فتصنفها الى one of the category اللي حكيناهم فوق وهي مذكورينهم كمان مره ثانيه. النقطه الثانيه الشيء الثاني اللي انت حتعمله تمام انت حددت السؤال تبعك حددت السؤال الكلينيكال كويستشن وصنفته هل هو على سبيل المثال ثيرابي تمام تريتمنت علاج بدي علاج انا. بعد هيك انت شو راح تسوي؟ راح تروح تدور على العلاجات تروح تدور في الدومين تبع الايفيدنس بيس ميديسن على التريتمنت انترفينشن وتدور في المصادر والليتريتشر الموجوده عندنا في النظام الصحي ففايند ذا ايفيدنس ان هيلث كير ليتريتشر. الخطوه اللي بعديها وجدت انا الايفيدنس في الهيلث كير ليتريتشر وجدت الايفيدنس في الدومين تبعته في الهيلث كير ليتريتشر دورت في كثير بالبحث بحثت كثير يعني بالاوراق البحثيه وجدت انا الايفيدنس. ايش النقطة اللي بعديها؟ بدي اقيم هذا الايفيدنس ويعني اشوف هل هو فعال على الحالة الموجودة عندي ولا لا. فعلا يعني في بعض التريتمنت العلاجات ممكن ما تكونش فعالة على المريض اللي عندك لانه المريض مثلا له حالة معينة تختلف عن حالة مريضك عفوا فيه حالة معينة ممكن تأثر ممكن يصير في عندي سايد افكتس الى اخره. فانت كطبيب بتقيم كريتيكال ابرايز. كريتيكال ابرايز معناها تقيم or formally evaluate أو بشكل رسمي تقيم برضو الفاليديتي فعاليته واليوسفولنس الفائدة اللي راح تكتسبها من هذا الإيفيدنس اللي طلعته أنت وجدته قيمته. بعد هيك أنت إيش حتعمله؟ حانتجريتد حتدخله على المريض تبعك خلاص يعني حتدخله على المريض تستخدمه على المريض integrate the evidence with patient factors تحاول تدخله على الكيس وتطرح العلاج على المريض تأخذ موافقته تعالج المريض وتشوف النتائج آخر شيء. هسا شوفك للنتائج هاي وتقييمك للعملية كاملة هي آخر نقطة حتشوف النتائج اللي طلعت هل كانت العلاج استخدمته في محله كان صحيح ولا لا وإذا كان في خطأ معين تكتبه وتدونه وتشوف كيف ممكن تطوره. هاي العملية كلياتها تعتبر العملية الخامسة وهي ليش بضل تروح المحاي إلى الإيفاليويت ذا هول بروسس تقيم العملية كاملة عن طريق النتائج اللي طلعت معاك وتحاول تتعلم من الأخطاء وإذا في أشياء تعلمتها برضو تستفيد منها أكثر. هذه البرينسيبلز أو القواعد الأساسية للإيفيدنس بيس ميديسن خمسة هن يعني كمنطقيا ممكن تحفظهن. انشئ سؤال دور على دليل قيم هذا الدليل قدمه للمريض راجع العملية كاملة كلياتها إيفاليويت ذا هول بروسس باختصار يعني هيك. ال 7 A's of evidence based medicine steps هذول ال 7 A's تمام نفس اللي حكيناه فوق بس انه هون زادوا شويه خطوات. هسه رح نفهم شو هن شويه خطوات. اول شيء assess the patient تمام assess the patient قيم المريض بعد هيك يعني قيم المريض تشوف شو المرض اللي معاه وشو شو شو ال شو 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 قال القيم الحيويه الموجوده عند هذا المريض شو المرض المعين اللي بيعاني منه ولا كيف وتقيس كل هاي الشغلات. بعدين ask the question clinical question تطرحه بعديها access acquire او access the information تروح توجد المعلومات وتلاقي الدليل بعديها تقيم الدليل بعديها apply the findings تطبق الدليل اللي انت وجدته بعد ما قيمته تطبقه على المريض analyze the outcome و add knowledge تحلل النتائج اللي طلعت معك بعديها تضيف knowledge جديدة للknowledge اللي عندك وبرضه اذا بتقدر تعمل بحث وتكتبه وتقدمه على الاونلاين او على الجرائد او في ماجازينز بعض الجورنالز بسموها او اللي هي مجلات طبيه بيقدموا فيها زي هيك البحوثات البسيطه بعد كل مثلا تجربه عملها طبيب بيقدم هذا البحث بيستفيدوا منه الناس اللي بيقرؤوا ولا اطباء في اماكن اخرى. فانت ادنولوج يعني ضفت معرفه جديده على الايفيدنس بيس ميديسن. Ask the clinical question. The most important step. طبعا مهم جدا انت تعرف تطرح السؤال لانه زي ما حكينا اذا انت طرحت سؤال صحيح حيكون الجواب على مستوى عالي كمان. اذا كان السؤال تبعك ضعيف واركانه شوي ضعيفة واتوقع محاضرات الماضية درسنا كيف تطرح السؤال بشكل جيد حيكون الجواب عندك او حتكون البحث اللي انت حتدور عليه ما حتعرف تلاقي
بحث مناسب، حيكون البحث عملية البحث عندك حتكون ضعيفة، النتائج حتكون ضعيفة بالتالي. ف garbage in garbage out، إذا أنت دخلت سؤال سيء النتائج حتطلع سيئة، إذا أنت دخلت سؤال جيد حتطلع النتائج جيدة وعلى مستوى عالي من الجودة حسب اللي أنت السؤال اللي أنت طرحته. فمهم جدا وهي most important step. searching evidence، عملية البحث عن دليل. زي ما حكى دكتور سيدني تمام، إنه نص المعلومات اللي إحنا أخذناها في الميديكال سكول بعد 10 سنين حتكون تغيرت نصها تمام، حتكون صارت خطأ. نص الأشياء اللي حندرسها إحنا هسا وحنتخرج وهي معنا وكون حافظينها وفاهمينها حنعتبرها القاعدة إلنا في التعامل بكرة في المستشفيات، بعد 10 سنين حتكون تغيرت بشكل كامل. فأنت تظل معتمد عليها إشي سيء جدا. تخيل إنه أنت نص المعرفة تبعيتك كلياتها خطأ والنص الثاني صح، ف يعني بتقدرش هسه تحكم قديش انت حتعمل اخطاء طبيه، بس كثير كثير حيكون الموضوع سيء. فعشان هيك كثير مهم انك stay up to date with latest research، تكون متابع latest research والاشياء الجديده اللي بتتحدث في العلم الطبي. sources، حكينا احنا بدنا نبحث عن evidence بsources تمام، بمصادر تمام. المصادر هاي ثلاث انواع: برايمري سكندري وتيرشري. برايمري هي الارتكلز، اللي هي الارتكلز الستديز بريزنتد والبير ريفيود جورنلز، المجلات اللي حكينا عنها قبل شوي. والبرايمري ليتريتشر هاي بتكون يعني ما فيها كثير تفاصيل تمام، مش كثير ادفانسد، يعني خلص مجرد مقال او هيك صفحه في مجله مكتوب فيها نوع الدواء اللي استخدمه، شوية معلومات عن المريض وإلى آخره وخلاص. بس هاي البرايمري ليترشر. سكندري ليترشر مور أدفانسد، تطورت أكثر عن البرايمري سورسز. فهنا حتكون compiled by indexing and abstracting services that can be used systematically locate various types of published literature through various databases. باختصار هم بيجمعوا وبيفهرسوا وبيوزعوا الليترشر اللي صارت، البرايمري ليترشر نفسها وبرضه ليترشر ثانية، كومبايلت بجمعوها وبيصنفوها وبيعملوا لها أرشفة حتى تكون بمكانها الصحيح وتتوزع على داتابيسز. فأنت لما تيجي تبحث في داتابيسز عن موضوع معين بتلاقي كل الأشياء المختصة بهذا الموضوع، وسهولة الوصول إلها أسرع إليك، أسهل إليك، وبتكون متطورة أكثر، معنى أنها بتحتوي على معلومات أكثر، مش بس عن نوع الدواء مثلاً وشوية معلومات عن المريض. لا، بجوز تلاقي أنه في هذا السورسز الموضوع بيحكي عن التقرير كامل تبع المريض من بداية دخول المستشفى إلى خروجه من المستشفى، ممكن كثير يفيدك أنت في حال كان معك وقت تقرأ وتستكشف أكثر. هاي السكندري ليترشر. التيرشري ليترشر هو الكور نوليج الاستابليشت فيا برايمري ليترشر أو أكسبتد أز ستاندرد أوف براكتس، هي الكتب الرسمية اللي بأخذوها الكلينيكال تمام، as standard of practice with the medical community. الميديكال كوميونيتي بتقبلها كأساس للبراكتس، أساس للتجربة وعمل أي شيء طبي تمام. مش عارف أوضح الصورة أنا كثير، بس هي يعني زي مانوال، أو مثلا انت لما تشتري اي جهاز ماشي، مش بكون معاه روشتة فيها اجراءات واشي كيف تستخدم هذا العلاج واشي، هاي نفس الاشي. تيرشري ليترشر مع كل دواء بكون روشتة كاملة، وبرضه في بعض الاطباء بيعملوا كتب كبيرة، مانوال هاند بوكس وتكست بوكس كبيرة تشرح فيها اللي بده يجي يدرس وراه ايش هو كان يستخدم كطبيب. فمن هاي الاشياء هي بيستخدموها بالطب الباطني، الهاريسونز برينسيبل، هاريسونز برينسيبلز، قواعد هاريسونز في الانترنال ميديسن بالطب الباطني. وهذا إشي متقدم، يعني هذا السورس من البحث اللي انت بتستخدمه حيكون متقدم جدا، لانه هذا طبيب عمل البحوثات على السكندري وعملها على البرايمري وجمع المعلومات وكل إشي وحط لك اياها في كتاب. لما انت تيجي تدرس هذا الكتاب تمام، هذا الكتاب اللي انت جيت تدرسه حيكون يعني مصدر غني كثير، وبنفس الوقت احتمال ما يكونش محدث او الى اخره، فانت بدك تراعي كل شيء. فهي هي السورسز الثلاث اللي حكينا عنها: برايمري سكندري وتيرشري. نيجي للسيرشنج فلترد سورسز والانفلترد سورسز. هذا المثلث زي ما انتم شايفين قدامكم، مش مهم كثير نفهم الاشياء اللي فيه، بس لازم تفهم انه انت في عندك مصادر فلترد، مصادر مصفيه فلترد تم تصفيتها تمام، ومصادر انفلترد. الفلترد
زي up to date، زي موقع up to date، والان فلترت زي موقع جوجل وباب ميد. وبشكل عام موقع جوجل هو الاكثر تمام استخداما او يعني معروف. فعندك up to date جوجل، up to date عندك فلتر تم تصفيته جوجل ما تم تصفيته. هسه شو بفيدنا الفرق بين المراجع اللي تم تصفيتها والمراجع اللي ما تم تصفيتها، الفلتر والانفلتر سورسز؟ هسه الفلتر سورسز بتوفر لنا وقت، بتوفر لنا جهد، والدليل تبعها بكون خلص يعني دليل واحد. كيف بدي اشرح هاي؟ انه خلص هذا الموقع بكون معتمد دليل معين، دليل واحد بس، ما حيجدد دليل الا حيتاكد منه، وبعد مليون بحث حيجدد دليل. على العكس من جوجل، الجوجل هي مش شركه واحده تمام، مش اسم واحد، مش مثلا دكتور واحد بكون مسؤول. يعني الاب تو ديت بكون خلص مجموعه من الاشخاص عندهم نفس الراي ونفس الشيء مسؤولين، فالليفيدنس اللي حتلاقيه حيكون منهم بس. بينما جوجل حتلاقي اراء كثير 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 دكاتره، فالادله اللي حتكون قدامك كثيره، ولانها كثيره حتاخذ منك وقت كثير وحتاخذ منك جهد كثير. فهذا الفرق بين فلترد وانفلترد ريسورسز. بفهم انه الاب تو ديت بكون less evidence less work less time، والجوجل بتكون more evidence معناته more work more time. الايفيدنس بيراميد هذا كثير مهم، البيراميد هذا هون تحفظوه كثير مهم، اللي على الكلمات هاي بتيجي مع الفهم. البيراميد هذا اللي هون كثير مهم تفهمه. فبحكي لك بقارن لي بين levels of reliability، درجات الاعتماد على ودرجات الاعتماد وفعاليه السورسز اوف ايفيدنس تمام، عفوا الايفيدنسز. زي ما احنا شايفين بالهرم، اول شيء من فوق هو الميتا اناليسيس تمام، الميتا اناليسيس. بعديها هي السيستماتيك ريفيو، ميتا اناليسيس سيستماتيك ريفيو. بعديها الار سي تيز، بعديها الكوهورت وكيس كنترول، وتحت الكوهورت والكيس كنترول عندنا الكيس ريبورت، كيس سيريز وكيس ريبورت. اخذناه بالمد هذا البيراميد بس مش كثير ركزنا عليه. هنا لازم نركز عليه صراحه، لانه في اسئله مباشره بتيجي عليه. بعديها بتيجي الاكسبيرت اوبينيونز والانيمال ستاديز والانفيترو، هذول نساك منهم يعني، بس اللي هون هذول هم اهم شيء اللي حيكون بيهم الاسئله. اللي نفهمه انه التحيز تمام بزيد كل ما نزلنا تحت بالهرم، وبقل كل ما ارتفعنا الى فوق. يعني الميتا اناليسز هي الاقل تحيزا، اقل بياس ليس بياس، والسيستماتيك ريفيوز برضو ليس بياس. الاقل منها عفوا اللي بعديها هي الدبل بلايند ار سي تيز او راندومايزد كنترول تريلز. هسه لما نقارن بينهم الاثنين انو اكثر تحيز، انو اكثر فيه نسبه التحيز اكثر، هي الار سي تيز تمام. ليش؟ لانها تحت بالهرم، جايه لتحت شوي، كل ما نزلت لتحت معناته متحيز اكثر او نسبه التحيز فيه اعلى. الكوهورت والكيس كنترول انو تحيز اكثر؟ الكيس كنترول اكيد. الكوهورت والكيس ريبورت انو تحيز اكثر؟ كيس ريبورت. وهذا سؤال سنوات اجى، كيس ريبورت هي اكثر تحيز. سؤال سنوات هيك كان حاطين اكثر من شيء وحاطين لك كيس ريبورت، وبين الاشياء اللي حاطينها الكيس ريبورت هي اقل شيء في الهرم هذا. فمهم تفهم الهرم وتحفظه بالترتيب. سيستماتيك ريفيوز اند ميتا اناليسيز، الاول ثنتين هذول الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيوز يعتبروا سكندري سورسز، والباقي برايمري سورسز. سكندري سورسز يعني مور ادفانسد تمام، سيستماتيك ريفيو وتم مراجعتها ومدققه اكثر ومور ادفانسد زي ما فهمنا فوق. راندومايز كنترول تريلز ريكوايرز ذا موست ريجورس ميثودولوجي، وبرضه السيستماتيك ريفيو بتطلب ريجورس ميثودولوجيز. ريجورس ميثودولوجيز يعني منهجيه شوي قاسيه عشان تضمن انه ما يصير في عندنا تحيز، تضمن الاليمينيت بياس، تضمن عدم التحيز الان بياس. اتس ليست بريفالنت تمام، اقل انتشارا، بت هاي بت هاف ذا هايست ليفل اوف ايفيدنس، الدليل تبعها اكثر موثوقيه تمام، كثير موثوق. صحيح انها اقل انتشارا بس دليل تبعها كثير موثوق. ليش؟ لانها دبل بلايندد، يعني هي دبل بلايندد، ما حد بيعرف شيء، فيش مجال انه الباحث او حتى الاوبزرفر نفسه يتحيز لاي موضوع معين، لانها دبل بلايندد، فيش حدا فاهم شيء. مش عارف اذا انكم متخيلينها، بس هي نفسها اللي كنا احنا نعطي دواء بلاسيبو، دواء كاذب ودواء حقيقي للمرضى، والمرضى نفسه ما بيعرفوا شو النوع اللي اخذوه، والريسيرجر نفسه برضه ما بيعرف شو النوع اللي اخذوه. فهذا هو الدبل بلايندد
راندومايز كنترول تريلز، يعني فعلا فيش حد بيعرف شيء، البحث صاير 100% من غير تحيز، مش 100% يعني، بس هي كثير قاسيه الميثودولوجي تبعتها. والسيستماتيك ريفيو برضه نفس الشيء، لانه بيتم مراجعتها من ناس ثانيين، فبراجعوا الريسيرش تبعك وبتاكدوا منه، وعن طريق ريجورس ميثودز طرق قاسيه، لانهم هم بكونوا بدهم يتاكدوا فعلا، عرفت؟ ما حيتحيزوا عشانك وعشان فلان ولا شيء، حيكونوا فعلا بيراجعوه بحق الله وبدهم يتاكدوا منه. فهذول النقطتين مش كثير مهمات يعني، زي ما حكيت لكم الجدول او عفوا المثلث او هو اهم شيء في هذه الصفحه او في هذا الموضوع. برضو we can notice that the bias decreases as we go up to the pyramid، اللي حكينا قبل شوي، كل ما طلعت لفوق انت التحيز نسبته اقل، وكل ما نزلت تحت التحيز نسبته اعلى، واقل شيء بالهرم هو الاكثر تحيزا اللي هو الان فيترو ريسيرش والانيمال ستديز، وبعديها كل ما طلعت لفوق بتقل التحيز او البياس بتقل. الكريتيكالي ابرايز ذا ايفيدنس عفوا. مش عارف اليوم شو ماني مش عارف اسولف شوي لانه لوز تعبانه. الكريتيكالي ابرايز ذا ايفيدنس، تقييم الايفيدنس الدليل الموجود عندك، تقييمه بشكل انتقادي، بشكل انه انت بدك تتاكد منه 100% شغال ولا لا، مفيد بحالتك او بالشيء اللي انت حتستخدمه له ولا لا. ديترماين ذا ابروبريتنس اوف سم ايفيدنس، تحديد appropriateness اللي هي ملائمة some evidence for particular clinical situation للحالة المرضية الموجودة عندك، هل هو ملائم ولا لا. ففي عندنا 3 main aspects انت حتطلع عليهم، هم ال VIA او VIA MRD، تمام؟ VIA MRD، VIA MRD. شو ال VIA؟ V ترمز الى validity، تمام؟ V ترمز الى validity، و I ترمز الى importance، وال A ترمز الى applicability. هسا ال V لل validity، تمام؟ تنقسم عفوا، validity هي closeness to the truth، تمام؟ اقرب الى الحقيقة، اقرب الى الواقع، قابل او الاشياء الموجودة في هذا البحث او بالريسيرش اللي انت او الايفيدنس اللي انت دورت عليه قابل الى التطبيق عندك ومفهومة النتائج تبعيتها، هاي شغلة. واحنا كيف نتاكد؟ عن طريق انك تتاكد من الميثودولوجي اللي استخدموها. انت وجدت دليل او دراسه معينه، فبتتاكد من الميثودولوجي اللي درسوها، ميثودولوجي سكشن، ميثودولوجي سكشن، عشان هيك في في مع الام، تمام؟ في مع الام الميثودولوجي سكشن. ميثودولوجي سكشن، ميثودولوجي سكشن، انترنال فاليديتي واكسترنال فاليديتي. الانترنال فاليديتي ريفيرز تو ذا ساوندنس of the research methodology، والاكسترنال فاليديتي ريفيرز تو ذا جنرالايزابيلتي اوف ذا ريزلت. مش عارف كيف ضفضتها بس مشوها. فالساوندنس معناها الساوندنس اوف ريسيرش ميثودولوجي، معناتها انت استخدمت الميثودولوجي الصحيحه للاجابه عن الجواب اللي السؤال اللي طرحته، يعني هل الاجراءات اللي انت اتخذتها في البحث كانت هي الاجراءات الصحيحه للاجابه عن نوع هيك، عن هيك نوع اسئله. فمثلا اذا كان سؤال الريسيرش او الايفيدنس اللي انت اختصار اخوان، الايفيدنس اللي انت طولته هو حيكون ريسيرش، تمام؟ واحنا درسنا انواع الريسيرش قبل، ودرسنا كيف نعملهم، كيس كنترول، كوهورت، وكثير انواع، تمام؟ فانت في عندك كويستشن، حتمر الكويستشن هذا بميثودولوجي، تمام؟ بشويه خطوات متسلسله وبمنهجيه حتى تجاوب عنه ويطلع عندك فايندينجز. هسا انت كطبيب لما تيجي تقيم اي ايفيدنس، بتروح بتشوف الكويستشن وبتروح تشوف الميثودولوجي، هل الميثودولوجي ملائمه للاجابه عن هذا الكويستشن ولا لا. فاذا كان الكويستشن مثلا بتطلب رقم او كان يعني كوانتيتيف، والميثودولوجي هاي خاصه بالكواليتيف ريسيرش، فحتعرف انه هون الريسيرش هذا او الايفيدنس غير فعال واسحب عليه. فهي هي الانترنال فاليديتي، هي الانترنال validity او اللي هي soundness of the research methodology. الاكسترنال فاليديتي تتاكد من انه النتائج قابله للتعمم، تمام؟ معممه، تمام؟ تتاكد من النتائج معممه، مش مخصصه مثلا لمريض معين او لنسبه معينه من المرضى او لنوع معين عندهم حالات معينه، لا، النتائج معممه على كل الحالات اللي ممكن تواجه. فهي هي الاكسترنال فاليديتي. مهم تميز بين الانترنال فاليديتي والاكسترنال فاليديتي، وتفهم انه كلهم في قسم الميثودولوجي سكشن لما تيجي تتاكد انت من الفاليديتي تبعيت الايفيدنس. الامبورتنس الايفيدنس هي اليوسفولنس، تمام؟ يوسفولنس
الفائده اللي انت حتاخذها والاهميه اللي حتضيف لك اياها هذا الايفيدنس بتكون بالريزولت سكشن. تمام، بالريزولت سكشن. الابلايكابيليتي حتى تتاكد هذا يمكن تطبيقه ولا لا، applied in clinical practice ولا لا، بكون بالdiscussion section. وهاي هي الرسم اللي رسمت لكم اياها via ال V اللي هو validity بيرتبط مع methodology section، اما ال I او اللي هو importance بيرتبط مع result section، والapplicability بترتبط مع discussion section. والmethodology section تمام في عندنا external وinternal. تمام، الاكسترنال بكون بالساوند، الانترنال عفوا بكون بالساوندنس للميثودولوجي او الريسيرش ميثودولوجي، والاكسترنال بكون بالجنراليزابيليتي النتائج معممه ولا لا. ابلاي ذا ايفيدنس تو بارتيكولر بيشنت، تطبيق الايفيدنس على بارتيكولر بيشنت. طيب شوي، ابلاي ذا ايفيدنس تو بارتيكولر بيشنت، انا رمزت ب 3 سيز 3 سي تمام، اللي هي الخطوات اللي بتخليك تطبق الإيفيدنس هذا على المريض. انت وجدت الإيفيدنس، إيفيدنس قيمت الإيفيدنس، هسه بدك انت تطبق هذا الإيفيدنس على المريض. قيمته يعني انت اللي هو النقطة اللي بعديها الكريتيكال قبلها عفوا الكريتيكال ابرايز ذا إيفيدنس، هسه انت بدك الابلاي ذا إيفيدنس تو بارتيكولار ستادي بارتيكولار بيشنت عفوا. في عندك 3 سيز ثلاث خطوات بالسي بتبلش. اول شيء كومبير، كونسيدر، كونسيدر. Compare the patient with those in the study. تقارن ما بين النسب وبين الأشياء اللي صارت بين المريض الموجود عندك والمريض الموجود بالدراسة. قارن ما بينهم. Which evidence has been generated من الدراسة اللي أنت استخرجتها. Similar disease state. Similar baseline characteristics. ال disease أو حالة المرض المتقاربة ولا بتختلف. هناك مثلا المرض متطور أكثر، هون متطور أقل. يعني حتى أنت تعرف كيف تستخدم الإيفيدنس اللي أنت اكتشفته. الخطوة اللي بعديها consider the patient's baseline risk، تعتبر أو يعني تحط في عين الاعتبار الخطورة اللي حترجع على المريض. فحتروح على the outcome interest and other risk associated with therapy. حتروح على the outcome اللي صارت في هذا الريسيرش وتشوف ال results اللي صارت والسايد إفكتس اللي صارت، وهل في ريسك على المريض ولا لا، وتقارنها مع المريض اللي عندك، هل هو قادر يتحمل الريسك هاي ولا لا. فانت حتحط في عين الاعتبار consider the patient's baseline risk. النقطة اللي بعديها وهي الأخيرة consider the patient's، هذا المحيط تظلها تطلع، consider the patient's value. consider the patient's values، الأشياء اللي بيأمن فيها المريض واللي بيعتقدها. يعني أنت لازم تحترم، تحط في عين الاعتبار قيم المريض، وهي القيم حاطينها البيليفز، الكونسيرز، الافوردابيليتي، الكومبلاينس، والريدنس او الريدي، وال يعني جاهزيته، ريدنس، ريدنس مش عارف كيف الفظها، او ريدي، ريدي فور، تمام، ريدي فور ذا انترفينشن، فور ذا انترفينشن الى اخره. فجاهزيته لهذا العلاج، كل هاي الشغلات بدك تحطها في عين الاعتبار، وهي تندرج تحت البيشنتس فاليو. يمكن في كثير منكم سمعنا بالمحاضرات الماضيه عن البيشنس فاليو بس ما عرفنا شو هي، هون حاطين لنا اياها بالتفصيل. بيليفز، المعتقدات، المخاوف اللي هي كونسيرز، حطيت لكم اياها هون بالعربي، بجوز بالتفريغ مش موجود بالعربي بس انا حطيت لكم اياها هون بالعربي اذا بدكم تفهموها كامله. بس باختصار في بعض المرضى المعتقداتهم تفرض عليهم اشياء معينه وممكن تكون مخالفه للاجراء اللي انت بدك تعمله، زي مثلا في بعض المعتقدات تمنع نقل الدم بين المرضى. فيعني هاي الشغلات انت راح تراعيها لما تستخدم اي ايفيدنس انت حتعمله. بمجتمعنا احنا هذا الاشي مش موجود كثير، بس اللي بده يروح برا حيلاقي هذا الموضوع قدام كل محل. فنروح للايفالويت ذا هول بروسيس، هي اخر اشي. انت طبقت المرض، طبقت الايفيدنس، انت لقيت دورت على الايفيدنس تمام، طرحت سؤال كويس، بعديها دورت على الإيفيدنس بالريسورسز أو بالسورسز الموجودة عندك، قيمت الإيفيدنس هذا، طبقت الإيفيدنس هذا، أبلايد إيفيدنس هسه اللي أخذناه ثلاث نقاط هسه، وآخر إشي عندنا الإيفاليويت ذا هول بروسيس، تقيم العملية كاملة وتحاول تستفيد من كل نقطة. Once the therapy is administered يعني تم تطبيقها، evaluate the following. عن طريق الإيفاليويشن حيكون عن طريق طرح أسئلة التالية، هاي خمس أسئلة، مش ضروري هاي الأسئلة بالضبط بس هم هون حاطينها كأمثلة فاحفظوها. Did I formulate a focused question؟ هل الكويستشن اللي أنا طرحته كان صحيح وفوكسد ومركز وعلى الوجع، يعني سؤال يعني في محله صحيح؟ Did I use the most appropriate resource؟ هل استخدمت المصدر الصحيح والمناسب؟
did the evidence work in my patients؟ هل الايفيدنس او الشيء اللي انا طلعته واللي استخدمته والدليل اللي طلعته واستخدمته اشتغل مع المريض تبعي ولا لا؟ وري اسس ذا استراتيجي، اعد تقييم الاستراتيجيه كامله، اعد تقييم كل خطوه انت عملتها، هل غلطت في نقطه معينه او كنت غائب ذهنك عن نقطه معينه، فري اسس ذا هول استراتيجي. واخر شيء كولابريت وذ يور كوليجز، تعاون مع زملائك والبروفيشنز الناس الاكثر خبره منك حتى يقيموا لك هذا الموضوع ويطوروا البراكتس جايد لاين، براكتس ديفلوبينج براكتس جايد لاين، يعطوك نصائح او انتم تتناقشوا ما بينكم حتى تطلعوا بافضل براكتس للمرات الجايه تستفيد منها. فهاي باختصار الخطوات او الايفيدنس بيس ميديسن ستيبس، البرنسبلز حكيناهم هم نفسهم بس رجعنا طبقناهم وتوسعنا فيهم شوي. نيجي الان للبنفيتس اوف ادوبتنج ايفيدنس بيس ميديسن. ايش انت حتستفيد لما يعني هو ادوبتنج يعني تعتنق او تتبنى موضوع الايفيدنس بيس ميديسن كدكتور، تمام؟ بنحصره، خلينا نروح هنا، بنحصره بكلمه مورك، تمام؟ ايش انت حتستفيد لما تستخدم او ادوبتنج ذا ايفيدنس بيس ميديسن؟ اللي بنحصره بكلمه مورك، تمام؟ ام او ار اي كي مورك، احفظوها. minimize the error، تمام، تقليل نسبة الخطأ. optimize the quality in patient care، بتزيد الكواليتي جودة الرعاية للمريض. reduces the cost of treatment، بتقلل تكلفة العلاج، تمام، ممكن توجد انت علاج اقل تكلفة الى اخره. A اللي هي advancement، بس هي كلمة help ضيفوها من عندكم اذا بدكم او لا، بس خلص هي تفهم منها advancement، تطور أو تقدم of knowledge، advancement of knowledge، تقدم المعرفة الموجودة عندك والمعرفة الموجودة عند المجتمع الطبي كامل لما تشارك اللي موجود عندك. وآخر شيء keep pace، تبقى متصل مع scientific progress، scientific progress، تبقى على تواصل مع scientific progress والعملية العلمية كاملة. هذول هم النقاط الخمسة والأشياء اللي حتستفيد منها أنت لما تعمل أو لما تكون adopting with evidence based medicine، تستخدم evidence based medicine كpractice إلك. minimize the error، optimize the quality، reduce the cost، و advancement the knowledge، advancement of knowledge، وآخر شيء keep pace with scientific progress. احفظوهم زي هيك بالشكل اللي أنا حاطه، وهنا help هاي فشكوا عنها عادي، بلشوا من advancement of knowledge، help ملهاش داعي، بس يعني أنا هيك بحب أحفظ حرفي. والتشالنجز ان ادوبتنج ايفيدنس بيس ميديسن، هسه فهمنا شو البينيفيتس، شو الاشياء اللي انا بستفيد منها لما ادوبتنج ذا ايفيدنس بيس ميديسن، بس بدي افهم هسه التشالنجز والتحديات اللي بتواجهني وين ادوبتنج ايفيدنس بيس ميديسن. اول شيء تكنولوجي اند اونلاين انفورميشن ريسورسز ماست بي افيلبل تو اول كلينيشنز. في بعض الدول، تمام، يمكن الاونلاين او في بعض المواقع بتكون مش شغاله عندهم او الانترنت مش موجود عندهم برضه، فهذا الشيء لازم يتم مراعاته، تمام، ويعتبر تحدي انك توفر كل يعني تربط كل الكلينيشنز وكل المصادر توفرها لكل الكلينيشنز الموجودين بالعالم، الا ما يكون في نقص في هذا الموضوع، في كلينيشنز حيوصلهم مصادر، مصادر ثانيه حتوصل ل يعني لدول ثانيه الى اخره، وهذا الشيء موجود يعني وبيحاولوا يشتغلوا عليه ويطوروا اكثر، بس هو يعتبر تشالنج بالايفيدنس بيس ميديسن. understanding of the epidemiologic study design and concept of biostatic should be clear. هسه مفاهيم الستدي ديزاينز والريسيرش الابديميولوجيكال اللي هي الابحاث الوبائيه، البايوستاتيك اللي هي الاحصائيه الحيويه اللي هي الاحصاءات مثلا انه 5% بيموتوا، انت كطبيب لازم تفهم شو يعني 5% بيموتوا، كيف اصلا حيموتوا، شلون المرض حيتطور، على المنطقه اللي انا موجود فيها كيف ال 500 هاي حتكون، كيف بقدر اقلل منها، كل هاي الامور كبحث وك علم إحصاء حيوي بنسميه، وكبحوثات وكيف البحوثات تشتغل لازم تكون فاهمة أنت كمريض كطبيب عفوا. في أطباء بكونوا بعيدين عن هذا الموضوع ومش كثير متوسعين بالإبديمولوجيكال ستادي ديزاينز، لما يدوروا عن إيفيدنس معين بكون فيه دراسات وبيوستاتيكس، فهم ما بكونوا كثير واعيين وفاهمين شو الموضوع، فلازم يكون في المعرفة تزيد ويكون الموضوع بشكل واضح أكثر حتى يتم تطبيقه بالطريقة الصحيحة. والنقطة الثالثة أو التشالنج الثالث هو الاتيتيود اوف ذا كلينيشن. الاتيتيود هو رأي أو اللي هو تصرف الأطباء تجاه موضوع الإيفيدنس بيس ميديسن.
One must realize that clinical performance depends upon regularly updating knowledge, not merely on practical clinical expertise. شوي هذا غط عليها. لازم تفهم أنت كمريض أو كطبيب عفواً ليش أنا بطلع حكي مريض. لازم تفهم أنت كطبيب إنه أدائك في الكلينيكال كلينيكال بيرفورمانس يعتمد على regularly updating knowledge، التطور تحديث المعلومات المتجدد بشكل منتظم، تحديث المعلومات بشكل منتظم، وإنك تظل تبحث وتظل متبع مع المعرفة الجديدة في حول العالم، مش بس على not merely، مش فقط حكر يكون الكلينيكال بيرفورمانس على البراكتيكال كلينيكال اكسبيرينس على خبرتك السريرية، لا هيكون بيعتمد برضو على الريجولارلي ابديتنج نوليدج. كونكلوجن، وات از ايفيدنس بيس ميديسن، وات از نوت ايفيدنس بيس ميديسن. هذول جدولين صراحه موجودين على الفاضي، هم بس يعادل الكلام الفوق بس بطريقه ثانيه ومش كثير مهمين، ما عدا الاشياء اللي حددت عليها انا هيك. بدك تفهم انه الايفيدنس بيس ميديسن هو عباره عن افويد ويست باي كونسيدرينج بوث افكتيفنس والافكسسي and costs of particular intervention in particular clinical setting. فهو مش cost cutting measures، مش هو مثلا اسلوب حتى انه انا اقدر اوفر في العلاجات، لا هو طريقة حتى اقدر انا اختصر واوجد اكثر most effectiveness cost most cost effectiveness intervention في اي حالة مرضية. فبس تعرف تميز انه هو مش والله بيوفر لي التكلفة ككل وخلاص، يعني اقل يعني اقل انترفنشن انا بلاقيه تكلفة قدامي بستخدمه، لا هذا مش evidence based medicine. evidence based medicine انك توجد الموست افكتيفنس مع الكوست، انت تقدر توازن بين الكوست والتكلفة وبين الافكتيفنس الفعالية. برضو هنا some study designs are less susceptible to bias than others. لازم تعرف تميز انه الفيدنس بيس ميديسن بيقدر يميز بين التحيز في الستدي ديزاينز والستدي ديزاينز اللي بتكون فيها اخطاء واللي بكونش فيها اخطاء، فهو كثير مهم حتى تقدر انت ريكوجنيشن تميز او تتعرف على الستدي ديزاينز اللي فيها تحيز والستدي ديزاينز اللي ما فيها تحيز، تقدر تميز بينهم تختار الافضل. مش عارف يعني بس لا ما لهنش داعي هذول الجدولين بالمرة. نيجي الآن لنقطة جديدة في research evidence based medicine، عفوا evidence based medicine أو evidence based practice، جزء ثاني من المحاضرة. يعني هو محاضرة الجزء الأول هيك كان الحال، هسا الجزء الجاي شوية شغلات برضو مرتبطة مع بعض الحال، بس هيك شوية دقيقة نتنفس فيها. يا الله عارف اخوان في شوية تخبيص بلفظ الكلمات، بس انتوا اقرأوا وفاهمين يعني احفظوهم بس اخوان، في كلمات يعني مش عارف كثير، في كلمات كثيرة وبدك تقعد تدور على اللفظ كل واحد، هسه مش حخلص دراسة فالموضوع كان مستعجل شوي وبرضه الوزن بتوجعني فمش كثير اللفظ قاعد يطلع معي صح. تمام، linking research to evidence based medicine، تربط البحث وتوصله للأطباء في مكانهم محل ما هم موجودين. finally to be able to practice medicine based on the evidence or based on the best evidence the healthcare practitioner، healthcare practitioner هم أخصائيين العلاج يعني الدكاترة، has to be equipped، يتسلحوا بال both clinical and research knowledge، clinical و research knowledge. فهاي هي العلاقة بين الريسيرج وال evidence based medicine. أنا بدي أطبق ال evidence based medicine كطبيب لازم أكون متسلح أو equipped by both clinical ال clinical expertise أو المعرفة ال clinical وال research knowledge، clinical و research knowledge. ال clinical knowledge عرفناها المعرفة السريرية وشغلات الطبية اللي حنأخذها مثلا بال clinical و كيف تعامل مع الحالات والسوالف هاي كلياتها. طب شو هو الريسيرج نوليدج؟
ريسيرش نوليدج تم اختصاره ب 5 نقاط. ريسيرش نوليدج هو الاندرستاندينج اوف ريسيرش بروسيس، تفهم وتكون واعي وفاهم عمليه البحث العلمي ككل، برضه تكون واعي وعارف الستدي ديزاينز، تمام ستدي ديزاينز، الايثيكال كونسيدريشن تاخذ بعين الاعتبار الايثكس او اللي هي القواعد الاخلاقيه الموجوده في الريسيرش، والريزولتس انتربريتيشن تفسير النتائج، تعرف تفسر النتائج للبحث، واخر شيء ستاتيكال اناليسيس تكون فاهم وواصل عندك معرفه في التحليلات الاحصائيه او البايو ستاتيكال اناليسيس. فهذول هم الخمس نقاط الموجودين هنا، بس هناك انا حاطه بشكل ارتب وكذا. مجموعين كلمه يوزرز، تمام، اندرستاندينج بروسيس ريسيرش بروسيس والى اخره، كملوهن. فهي الربط بين الريسيرش والإفيدنس بيس ميديسن، شو علاقه الريسيرش نوليدج بالكلينيكال بالإفيدنس بيس ميديسن؟ انه الاطباء حتى يقدروا يطبقوا البيست إفيدنس لازم يكون عندهم تو نوليدج، اللي هم الكلينيكال والريسيرش نوليدج. Why are health professionals slow to adopt evidence-based practice؟ طبعا هاي الصفحة اخوان هيك التكملة كاملة، يعني مش عارف ليش محطوطة والمثالين هذولا، بس خلينا يعني اشرحهم بشكل مبسط زي ما هم موجودين دماغي، وانتوا قرأوهم اذا بدكم لحالكم او افهموها باللي انا بشرحها. هسا بحكي لك ليش البروفيشنالز باخذوا وقت او يعني ببطء بيعتمدوا evidence-based practice، تمام؟ ليش بيعتمدوا إشي معين أو تريتمنت معين بناء على أدلة وكذا، بيعتمدوا بأخذ سنين عبين ما يتم اعتماده. هذا الإشي ما برجع لأنه مثلا والله الأطباء عندهم إغنورانس، عندهم رفض هذا الموضوع، أو إنهم هم عنيدين بدهم مش يطوروا من حالهم، لا لا، الموضوع فيه له كثير أسباب. وعطانا هون مثال هو النيوناتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. ريسبيراتوري ديستريس سيندروم هي متلازمة بتصيب الأطفال الصغار، تمام، الحديثي الولادة، أول ما ينولدوا، يعني أول ما ينولدوا بتصيبهم هاي السيندروم، متلازمة بتصيبهم، بتأثر على الرئة، على الجهاز التنفسي، بتأثر على السيرفاكتنت. إحنا نعرف شو السيرفاكتنت، تمام، أخذناه بالفصل الأول. هاي السيرفاكتنت هو عبارة عن فوسفوليبيدز، تمام، تكون جوا الفوسفوليبيدز هي زي ما تشايفين تكون جوا الالفيولاي، يعني احنا هاي هي التريكيا، هاي التريكيا، برونكايز، برونكليولز والى اخره، لحد ما نوصل للالفيولاي الموجودة باللنج، تمام. الالفيولاي محل ما بصير عندنا تبادل الغازات. الالفيولاي هاي تحتوي على خلايا، تمام، تايب 1 وتايب 2، وتحتوي على سائل، فالهواء لما يدخل، تمام، حيدخل في داخل السيرفاكتنت هذا، تمام، حتى يكون محجوز، او يعني ما راح يختلط الهواء بالمي اكيد، يعني مش حيفوت الهواء والله والمي موجوده هيك، الا اذا كان في إشي يسمح له يدخل ما بين المي هاي الموجوده هون. هذا الإشي بنسميه سيرفاكتنت، تمام. سيرفاكتنت بيحجز الاير ساك، الاير سبيس عفوا، عن المي الموجوده عندنا في الالفيولاي وخليه الالفيولاي نفسها. هذا السيرفاكتنت بكون فيه خلل عند الأطفال الحديثي الولادة نتيجة إنه هم ما نموا بشكل كامل، يعني اللنج بعدها مش مكتمل نموها، والسيرفاكتنت بعده مش مكتمل نموها. فلما يفوت عندهم، لما يطلعوا من الرحم يبلشوا يتنفسوا، السيرفاكتنت يكون فيه خلل، حيبلشوا يغربوا، حيصيروا يشعروا إنهم غرقانين، يعني حرفيا المي حتكون معبية هنا، فيش إشي، الهواء يوم يجي يفوت على الفيولاي ما في سيرفاكتنت، بكون يعني بعده مش متطور ومش كثير موجود في كل الالفيولاي، فبتلاقيه بغرق وبصير يختنق. هذا هو الريسبيراتوري ديستريس سيندروم. بحكي لك في نوعين من العلاجات، طبعا هذا مثال، كل هذا الحكي يا اخوان والشرح مثال، عباره عن مثال واحد حتى يثبت لك انه الاكتشاف العلاج وتطبيقه في فجوه بينهن، باخذ وقت كثير. اخترعوا الناس، اشرحه بشكل سريع، اخترعوا الناس علاجين، العلاج الاول وهو الارتفيشال سيرفاكتنت، والثاني دكسا ميثازون، تمام. الارتفيشال سيرفاكتنت هو سيرفاكتنت صناعي، تمام، بيدخلوا للالفيولاي تبعية الطفل وبيخلوا موجود هناك. فارماسيوتيكال كومبانيز بيجن ريسيرش ان الستينات، بلشوا بالستينات وطوروا هذا الارتفيشال سيرفاكتنت، بنص الثمانينات صار في عندهم برودكت فعال، بالتسعين 1990 several published RCTs and meta-analysis suggest that benefit of artificial surfactant greatly outweighed its risk. بنص الثمانينات إخوان
صار في عندهم برودكت فعال، خلص هم اكتشفوا البرودكت الفعال. بس بالتسعينات عبين ما تم النشر عنه انه هو فعال فعلا، والله شو اسمه فائدته والاشياء اللي بستفيد منها اكثر بكثير من مخاطره، ب 1993 صار يستخدم بكل اليونايتد كينغدوم، بكل اليوكي صار يستخدمه. كل مرض او كل طفل بنولد بالسايندروم هاي بيستخدموا معه الارتفيشال سيرفاكتن. فقديش اخذ؟ بلش 1960 تطوير، نص الثمانينات اكتشفوا الأداة الصحيحة، لل 1993 عبين ما تم تطبيقه تقريبا 13 يعني لا هي 10 سنين تقريبا 10 سنين بين نص الثمانينات لنص التسعينات، فأخذ سنين تمام، أخذ وقت، وهذا الوقت مش هين. هذا الوقت قديش ناس فيه توفت، قديش أطفال فيه وفيات، توفوا أطفال بسبب هذا المرض، بسبب إنه ما استخدمناش العلاج هذا. هذا الإشي راح نحكي عنه في الصفحة اللي بعديها. ديكساميثاسون هو ستيرويد تريتمنت، استخدموا يعني هو عبارة عن دواء تمام، هذا الدواء بيحفز نمو اللنجز بشكل أسرع، فبيعطوه للطفل قبل ما ينولد أو لما يكون عباب الولادة أو لما بعد ما ينولد حتى السيرفاكتنت ينمو بشكل أسرع. هذا الدواء كان على الأنيمالز بال 1969، بعديها نقلوه إلى هيومن وبلشوا ينشروا عنه في بداية 72، بعديها تم إيجاد دليل علمي له تمام في وتم نشره بال 1990. لل 1995 صار يعني صار في نسبة استخدمه، مش نسبة كبيرة زي الارتفيشال سيرفاكتنت، بس نسبة تحترم يعني 12 إلى 18% من الأمهات صار ياخذوا هذا التريتمنت اللي ممكن انهم يولدوا اطفال فيهم نيوناتال ريسبيراتوري ستريس سيندروم. فهي يعني هذا المثالين بس للتوضيح، مش حفظ ولا فهم ولا إشي، أنا شرحتهم بس حتى تفهموهم في حال إجاكوا سؤال ولا إشي تكونوا فاهمين شو فكرة السيرفاكتنت وفاهمين شو فكرة الديكساميثاسون. لأنه صراحة بالمد إجا سؤال عن أدوية وعن واحد من الأمثلة هاي والأدوية اللي كانت مذكورة، فأنا شرحتها حتى تكونوا أنتوا في بمخكم فكرة في حال إجا سؤال. الأسباب تتعدد طبعا، وهذا الجدول انسوكم منه، هاي الأسباب مش مفهومة أبدا، و يعني شفت كثير دكتور فشك عنهم، يعني هم موجودين بس بسلايدات. average time for research initiation to application، يعني من بين نشأة الريسيرج وبداية البحث فيه إلى تطبيقه، هاي الـ average time بين الريسيرج الموجودة عندنا بالعالم 17 سنة. تخيلين 17 سنة حتى أنت تبلش تستخدم ريسيرج طبقه بشكل على يعني على مستوى منتشر، ما بين اكتشافه وما بين تطبيقه 17 سنة. اخوان مش هينا، 17 سنة هذول ممكن يموت فيهم ناس كثير، ممكن يكون في خسائر كثير فيهم، هاي الخسائر راح نحكي عنها هسه. اللي هي how much avoidable suffering is caused by failing to implement evidence تمام. implement هي توصيل الإفيدنس تمام، إيصاله وتبلش الناس تستخدمه. implement معناها زرع أو إنه بلش وصلوه الناس تستخدمه، أطباء يستخدموه حول العالم. بحكي لك إنه قلت كثير 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 suffering إحنا بنقدر نتجنبه تمام، إذا استخدمنا إذا يعني عملنا implementation صح. في كثير ناس ماتت بسبب إنه إحنا ما قدرنا نوصل الدواء أو العلاج، يعني العلاج هو كان موجود، يمكن إنه ايوه العلاج كان موجود بس مش منشور عنه كثير بكل العالم، في كثير مناطق مش واصلها عشان بسبب النشر، فحيكون في عندنا خلل هنا، حيكون في عندنا خسارات، هاي الخسارات بنقدر احنا نتجنبها، فبسموها avoidable suffering. هون حكي لك مثال، انه تخيل عندك في مرض بقتل 100,000 واحد بالسنة تمام، بقتل 100,000 واحد بالسنة، بس هذا المرض اللي بقتل 100,000 واحد بالسنة، إذا أنت طورت مرض عفوا طورت دراج اسمه إكس، طورت دواء، هذا الإكس بقلل 20% من الوفاة تمام، بقلل 20% من الوفيات. استخدمت هذا المرض على فرض أنت استخدمت هذا الدواء على المرضى كلياتهم، على الناس كلياتهم تمام، يعني على كل المصابين بهذا المرض مش بس على 100,000، أنت استخدمت على كل المصابين بهذا المرض، حتقلل 20% من الوفاة. قللت 20% يعني صارت الوفيات اللي انقذتها وقللتها 20,000 بالنسبة للمية. هذا الحكي إذا إيش؟ إذا طبقته على كل المرضى، على كل المرضى المصابين
انت طبقت هذا الدواء وصلته لهم. اذا قدرت توصله وتوصل تعمل implementation للإفيدنس لكل المرضى، فانت قدرت تنقذ 120,000 وفاة قدرت تتجنبها. هاي حسابات كلياتها يعني مش حتكون دقيقة 100%، بس انها يعني في تأخذ في عين الاعتبار قدرت انت تنقذ 20,000، تمام؟ بس اللي بصير ايش؟ اللي بصير عكس، يعني مش عكسه بالضبط، بس انه اللي بصير غير، اللي بصير انه مش كل الناس بتاخذ الدواء، مش كل الناس تكون مقتنعة في هذا الدواء، مش كل الناس بيصلها هذا الدواء، مش كل الناس بتلاقي هذا الدواء في الوقت الصح. فالimplementation للإفيدنس هذا أو للدواء هذا حيكون أقل، تمام؟ الimplementation على سبيل المثال كان 50%، 50% من الناس وصلوا لهم صح، فالناس اللي أنقذتهم أو الناس اللي الوفيات اللي تم إنقاذها أو الوفيات اللي قلت صارت 10,000. فبتخيل أنت قديش أنت خسرت 10,000، خسارتك صارت من 20,000 ل10,000 بسبب أنك ما قدرتش توصل الدواء بالوقت الصح وبالطريقة الصح للناس. يعني موضوع جدا جدا يستحق انه يتم البحث فيه ويتم تطويره، ايصال الايفيدنس بالطريقة الصح بالوقت الصح للمرضى وحول العالم كلياته بكل مكان. لو قدرت توصله فانت قدرت تنقذ 20,000، لو ما قدرت انت خسرت 10,000، انقذت 10,000 بس بوقت بنفس الوقت خسرت 10,000، والعشر الاف انسان وعشر الاف روح يعني شيء هين. فthey argue in the many cases we would add more value by increasing our efforts to implement this evidence than implement this evidence than by doing more research to develop a different drug whose efficacy is greater than drug X. فهم تناقشوا ووجدوا انه يعني نتيجة النقاش كانت انه احنا لازم، تمام، نبذل جهد اكثر increasing our effort by implement this evidence، انه احنا نزرع ونوصل هذا الإفيدنس بالطريقة الصح بالوقت الصح، أكثر نبذل جهد أكثر في هذا الموضوع أكثر من إحنا نبذل جهد في تطوير مرض يعالج دواء يعالج المرض كامل. على سبيل المثال السرطان يا إخوان، السرطان قبل 5 سنين أو قبل 7 سنين علاجه ما كانش بالسهولة اللي فيه اليوم، تمام؟ يعني هو برضو فيه بعض حواجز، بس إنه اليوم علاجه يعني يأخذ هيك سهولة لأنه صار في خبرة بالموضوع، صار الموضوع كل طبيب يوجد علاج، تمام؟ هذا العلاج هو مش يعني مش حيشافي 100%، تمام؟ مش علاج حيطيب يعني حيشفي طب مريض السرطان، الله يشافيهم جميعا طبعا، بس هو حيقلل مثلا من الاثار الموجوده عنده، حيزيد من لايف اكسبكتنسي تبعيته، حيقلل من الوفيات بسبب هذا السرطان. ف اشتغلوا على انهم يطوروا هذا الايفيدنس، تمام، حتى يوصل لكل مكان. فوصل لكل مكان فصار مرضى السرطان اللي يموتوا منهم اقل، تمام؟ بذلوا جهدهم بتوصيل هذه الأنواع من الأدوية وصار عدد الناس يموتوا بالسرطان أقل، أفضل من أنهم بذلوا الجهد لو أنهم ظلهم يبذلوا جهودهم بأنهم يطوروا والله دواء شاف السرطان بالمرة. يعني دواء هيك خلاص يأكلوا حب الدواء أي مريض سرطان يتشافى بشكل كامل، لو بذلوا جهدهم ضيعوا وقتهم هناك كان خسرنا كثير مرضى للآن. بس هم بذلوا جهدهم على زيادة implement this evidence، وصلوا الإفيدنس والدواء إلى مكانه في الوقت الصح وصاروا الدكاترة كلهم حول العالم يستخدموه على المرضى تبعونهم، فأنقذوا ناس أكثر من ما هم من الجهد. يعني هو الجهد اللي بذلوا هيك أفضل من أنهم يبذلوا جهد في تطوير دواء معين يشافي الموضوع بشكل كامل. وإنت إذا بذلت جهد حتخسر سنين من السنين، هي حتخسر مرضى كثير، بينما لا، أنت لما بذلت جهد هيك في implementation this evidence كسبت ناس، يعني أنقذت حياة، أنقذت كثير حيوات، كثير ناس أنقذتهم من الوفاة، وبنفس الوقت أنت بتقدر تشتغل على دواء. يعني قاعدين بيطوروا برضو أدوية، مش مشتركين موضوع الأدوية، بس إنهم قللوا الجهد اللي بيبذلوه هناك وزادوا الجهد اللي بيبذلوه هنا. The impact of aspirin in acute stroke، هذا يعني المثال نفس اللي حكيناه فوق بس بعيده مرة ثانية، وبناء على اليو اس اي والولايات المتحدة الأمريكية و 23% مش 20%، نفس المثال ذكرناه فوق، اللي بده يقرأ يقرأ وأنا راح أفشق عنه. بس هنا هاي مهمة، what to conclude from the example، إيش نستنتج عن the example؟ amount of suffering caused by failing implement evidence is unknown، تمام؟ كمية الناس اللي إحنا ممكن نخسرها عشان ما وصلنا الدواء في الوقت الصح
احنا ما بنقدر يعني النون غير معروفه، بنقدر نحسبها بحسابات يعني بطريقه معينه تمام، بس هاي الحسابات برضو حتكون غير دقيقه. ف اللي حنستفيده انه انت الفيلينج تو امبلمنت ايفيدنس حتخسر، انت في خسارات، انت كل ما فشلت في امبلمنت ايفيدنس للمناطق كلها العالم كله انت في عندك سفرنج، في خسارات انت عم تخسرها. هاي نسبه الخسارات يعني مش معروفه تمام، تقدر تحسبها والحسابات ما حتكون دقيقه ويمكن تكون في خلل بالحسابات برضه، بس انه هاي النسبه انت مش مهم كثير قد ما هو مهم انه انت عم تخسر، انت قاعد تخسر ناس عن طريق فشلك في ايصال الايفيدنس بالوقت الصح والمكان الصح الى الناس الى المرضى اللي بيحتاجوه. برضو it's encouraging that growing proportion of research funding is now allocated to increasing the proportion of patients who benefit from things we already known work. بس هذا كنوع من التشجيع انه العالم قاعد يتوجه حاليا انه يزيد من استثماراته في ايصال الادويه في اللي وكانها حول العالم كلياته، يعني انهم يبذلوا جهد اكثر زي ما حكينا فوق في الايصال او implement the evidence حتى الناس تستفيد وتكون مستفيده من الاوريدي نون وي اوريدي نون ورك. ف هاو كان وي انفلونس هيلث بروفيشنالز how can we influence health professionals behavior to promote evidence based medicine. هاي موضوع جديد بس نفهم الكونكلوجن اللي حكينا هون لانه شوي انا عيل قطعتني شوي. What to conclude from example، حكينا النقطه الاولى فهمتكم اياها. النقطه الثانيه بحكي لك انه من المشجع يعني صح في نسبه قاعده يكفي زياده بالاستثمارات عنه انه احنا بدل ما نبذل جهد في مش بدل ما نبذل صار في عندنا هيك استثمارات قاعده بتزيد حول العالم، استثمارات الطبيه واستثمارات البحثيه قاعده بتزيد حول العالم في نشر الاشياء اللي احنا بنعرفها، في نشر الادويه المعروفه حول العالم كلياته، بس حتى الناس تستفيد ويوصل الموضوع اكثر ونقلل من خسارتنا اللي حنخسرها ومن من اللي سميناها يعني هي avoidable suffering. How can we influence health professionals behavior to promote evidence based medicine؟ كيف احنا نأثر على الهيلث بروفيشنالز اخصائي الطبيين الاطباء يعني حتى انهم هم يصيروا برضو يروجوا للإفيدنس بيس ميديسن؟ اول شيء behavior learning social cognition stages of change model. behavior learning هي عن طريق التعلم بالتصرف تمام، تعلم بالتصرف. كيف تعلم بالتصرف؟ اذا انت كنت مسؤول بالمستشفى مثلا شفت انه طبيب اقل منك يعني وقاعد بيستخدم الايفيدنس بيس ميديسن كافئه عادي يعني اعطيه هديه كافئه امنحه شويه تقدير روح هيك طبطب عليه وقول له برافو عليك يعني صح لما نكون بكره اخصائيين يكون تحتينا اطباء مقيمين وكذا. فلما انت تكافئه هو حيشعر بشعور ممتاز ويصير يستخدم الايفيدنس بيس ميديسن اكثر ويحاول يحكي لاصحابه عنه ويحكي للناس اللي بيعرفهم الاطباء وزملائه عنه اكثر، وهيك انت بتساعد انه بروموت تروج للايفيدنس بيس ميديسن اكثر والناس تستخدمه اكثر. بينما اذا انت يعني ما اعطيت الموضوع اهميه او حتى لما شفت طبيب بيعمل هذا الاشي وبخاطر قاعد هو بحياه المريض عشان يطبق ايفيدنس بيس ميديسن يمكن هاي المخاطره ما تكونش كبيره، بس والله انت عشان تعمل حالك انت البروفيشنال وانت الخبير تروح عليه تقول له يا زلمه شو الغبا اللي عملته هذا، ما انت دكتور زيك زيه، بس هو وجد دليل بحث عن دليل وانت بدك تريح حالك تستخدم الاشياء اللي متعود عليها واشتغلت ما اشتغلت مش فارق معك حياه المريض. فانت حتعاقبه هيك انت حتعمل يعني البروموشن تبعك انت ترويجك للايفيدنس بيس ميديسن صفر، بالعكس هذا الدكتور او الطبيب اللي حيكون اقل منك يعني يمكن يخاف ويبطل يرجع يستخدم الايفيدنس بيس ميديسن مره ثانيه. فيعني هاي اتوقع الصوره هيك وضحت صوره البيهافير ليرنينج. السوشيال كوجنيشن هي فهم الناس يعني الناس كيف تفهم شو العلاج هذا شو الايفيدنس بيس ميديسن، انت توعي الناس فيه. السوشيال كوجنيشن انك توعي الناس اكثر في موضوع الايفيدنس بيس ميديسن. when planning an action other people ask themselves is it worth the cost what other people think about this and am I capable of achieving it. لازم انت برضو ايو السوشيال كوجنيشن تعرف الناس شو الاشي اللي انت بتعمله تمام، شو الايفيدنس اللي انت عملته وتشوف الناس هاي برضو شو رايها يعني شو رايك انت مريض او المساعدين بيكونوا معك شو رايكم بهذا الموضوع، وبعديها تتاكد انه انت جاهز تطبق هذا الموضوع ام كابل اوف اتشيفينج ات، قابل انت جاهز انك تطبق الموضوع كامل. لما تتاكد منه وتطبقه
والنتائج تطلع إيجابية، الناس حتصير تحب الإيفيدنس بيس ميديسن أكثر، حتصير تعتمد عليه أكثر. هذه الفكرة من هاي النقطة. آخر شيء ستيج أوف تشينج موديل، احفظوها بس. What sort of education approaches have actually been shown to be effective for promoting evidence-based medicine or evidence-based practice؟ شو نوع ال educational approaches that actually been effective to promote evidence-based medicine؟ إحنا حكينا بدنا نروج على evidence-based practice أكثر وتخلي الناس تستخدمها أكثر عن طريق مثلاً أحد الأشياء اللي بنستخدمها هي education، تعليم، تمام؟ والتعليم هو أفضل طريقة حتى أنت تعمل promotion of evidence-based medicine. فبحكي لك evidence-based medicine teaching تعليمها as conventional delivered in undergraduate medical education circular improves students' knowledge and attitudes. زي اللي احنا بندرسه هسه، تمام؟ بقول لك انه انت evidence based medicine teaching conventionally تعليمها بشكل تقليدي للطلاب في مراحل البيسك او في المراحل التعليميه قبل ما يتخرجوا يصيروا اطباء، يعني بموزولها undergraduate، يعني في احنا انت بعدك تدرس بكالوريوس طب، بيعرفوهم شو هو الايفيدنس بيس ميديسن زي ما احنا عندنا هاي الماده عرفتنا وكذا، وصرنا نعرف شو هو الايفيدنس بيس ميديسن اكثر. هذا الاشي حيزيد من المعرفه تبعتنا. انا بكره لما اصير طبيب حيكون في عندي معرفه اكثر بالايفيدنس بيس ميديسن وكيف اطبقه، شو السورسز اللي ادور فيها الى اخره، وبرضه حيزيد من الاتيتيود تبعنا تجاه هذا الموضوع. يعني في كثير اطباء يعني خلال مراحلهم البيسك ما درسوا هذا الموضوع، لما صار طبيب وصار اخصائي بعدين واجا طلع موضوع الايفيدنس بيس ميديسن صار يشوف حاله عليه وانه والله انا هذا الاشي مش فاهمه، ويعني صار ياخذ اتيتيود سلبي تجاه الايفيدنس بيس ميديسن ويكون ضده، تمام؟ بسبب انه هو يعني ما درسه صح، ما فهمه صح كامل، وهو يعني وصله بمراحل متاخره ما وصله من بدايه حياته في القطاع الطبي. احنا لما نتعلم هسه يعني الاتيتيود تبعنا تجاهنا باتجاه الايفيدنس بيس ميديسن بصير ايجابي اكثر، بصير نحب الموضوع هذا اكثر، نحب نطبقه اكثر، وبرضه معرفتنا بتكون زياده. بس النقطه وين؟ النقطه انه احنا بعدنا في مراحل الدراسه، بعدنا مش مسؤولين عن قرار، مش اطباء نتخذ قرار. فكبراكتس وكريل كيسز انت بتحكي ديلينج وذ ريل كيسز تبعنا مش حنطوره ابدا، مش حيكون افكت. يعني انا بقول لك الافكتيف حيكون زيرو 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 حرفيا على تطويرنا كاطباء مؤهلين للريل كيسز واستخدامها بالإيفيدنس بيس ميديسن. كيف طيب احنا بدنا نطور الكواليفايد دكتور ونروج لهم الإيفيدنس بيس ميديسن ونعلمهم اياه؟ في عندك كلاس رومز بيست إيفيدنس بيس ميديسن تريننج، تدريبات للإيفيدنس بيس ميديسن، وهي التدريبات بتكون يعني للاطباء يعني خلصوا طبيب وبيشتغل وعايش حياته واخصائي ممكن وكذا، بس انه هاي دوره تدريبيه بتكون، وهي الدورات التدريبية غالبا بتكون يعني نادرا ما تصير، تمام؟ قليل حدوثها بالعالم، مش كثير بيشتغلين على هذا الموضوع، تمام؟ It's too little، قليل كثير، و It's not compulsory، مش إجبارية للأطباء. فالناس أو الأطباء حسب وقت فراغه وغير وقت فراغه، إذا عجبوا الموضوع وإذا ما عجبهوش، وإذا يعني هو حاب يقضي من ساعتين من وقته مثلا أسبوعيا على دورة ولا لا. فالموضوع حيكون نسبة المشاركة فيه قليلة جدا، وحتى في مرات تكون يعني قريبة من الصفر. فالتطوير والإمباكت تأثير وزيادة النولج تبعون الأطباء في الإيفيدنس بيس ميديسن والكريتيكال أبرايزل سكيلز، السكيلز تبعونهم في الإيفيدنس بيس ميديسن حتكون صفر وحتكون قليلة جدا. ليش؟ لأنه فيش ناس يشاركوا، نادرة ما تصير هيك دورات. More educationally sound approach such as integrated evidence based medicine teaching. وهذا الإشي هو الإشي الحلو، تمام؟ والإشي اللي أخذ رواجه ومنتشر جدا هو integrated evidence based medicine teaching، تعليم evidence based medicine integrated مدمج، يعني بكون خلال ال ward rounds، تمام؟ ward rounds اللي هي اللفات اللي بروحوا على الأجنحة في المستشفى، يكون طبيب يعني قاعد بزور المرضى تبعونه يوميا، هو بزورهم، تمام؟ تكون خلال هذا الراوند يكون يتعلم الإيفيدنس بيس ميديسن، أورد إمرجنسي روم يكون في ناس بتعلم الأطباء شو الإيفيدنس بيس ميديسن وتشرح لهم أكثر، وهم يطوروا منهم ومن حالهم الأطباء برضو في الإمرجنسي روم كيف يستخدموا الإيفيدنس بيس ميديسن. هاي هي الطريقة الأفضل، تمام؟ أو intensive short courses، دورات إجبارية وبتكون highly interactive، تفاعلية جدا، يعني بتقدر تسقل مهارات الأطباء وعلمهم، تمام؟ هيها knowledge skills و behavior.
تصرفهم تجاه الـ evidence based medicine، مهاراتهم والنولج تسقلها وتخليها أفضل بكثير. هاي هي الـ intensive short courses. فيعني هاي هي الشغلات اللي إحنا بنقدر نعمل فيها أو educational approach بشكل تعليمي نعلم فيها الأطباء أو الطلاب أو المتخصصين، نعلمهم الـ evidence based practice وكيف يستخدموها بحياتهم. وحكينا الطريقة الأفضل أو المور educationally ساوند أكثر شيء مسموع وأكثر شيء مشهور هو الـ integrated evidence based medicine teaching المدمج، بكون خلال حياة الطبيب اليومية، مش مثلا دورة يروح يحضرها، لا لا، بكون خلال حياته اليومية. The best method for promoting evidence based medicine بالطريقة الصحيحة هي الـ education. What does an evidence-based organization look like? تمام. Organization will assimilate a new product or practice more readily if it is إذا كانت هاي المؤسسة نفسها، تمام، يعني أي مؤسسة أو أي مستشفى بدها تطور evidence-based medicine عندها لازم يكون فيها شوية شغلات في هاي المؤسسة. أول شيء تكون large، المؤسسة كبيرة، يعني هاي النقطة الأولى، بس هم حاطينها شحطة هيك أدريش خطأ يعني خلال التنسيق. هاي النقطة تكون لارج، كبيرة المؤسسة، هاي كبيرة برضو. ماتشور، ماتشور يعني إلها فترة، مش إنها والله جديد تم إنشائها، إلها فترة تم إنشائها. functionally differentiated يعني فيها كثير أقسام، مقسمة إلى أقسام وdepartments وunit ووحدات، وموزع بشكل functionally بشكل وظيفي ومنظم، منظم مرتب، يعني مش إنها يعني خاص فيها قسم قسمين بس، لا، تكون كثير فيها أقسام، وهي الأقسام موزع الدكاترة والأفرقة الطبية عليها حتى يكون الموضوع بشكل أو يعني نقدر نطبق evidence based medicine أكثر. كل ما كان في عندك differentiation أكثر، كل ما تطبيق evidence based medicine كان أفضل. specialized يعني فيها اختصاص، يعني فيها خدمات اختصاصية، فيها ناس مختصة، فيها ناس عالم كبيرة، فيها طباء يعني مختصين كثير في هاي الorganization. وبرضه تهز سلاك ريسورسز، عندها مصادر ثابتة زي المصادر يعني أموال، في مصادر مخصصة ثابتة، وبرضه طاقم طبي ثابت، أدوات ثابتة، كل هاي الشغلات لازم تكون يعني ثابتة حتى المشاريع تقدر تشتغل عليها بحرية وتشتغل على مشاريع جديدة وجديدة. بينما إذا كان الطاقم متجدد كل يوم والثاني دكتور، أو كان المصاري عندهم ما فيش عندهم ريسورسز كافية، فالشغل على المشاريع أو الإيفيدنس بيست أورجانيزيشن هتكون فاشلة. آخر نقطة هي ديسنترالايزد ديسيجن ميكن، نعمل لا مركزية، تمام، الآراء تكون أو الديسيجن ميكن اتخاذ القرارات تكون بشكل لا مركزي، يعني يكون في أكثر مجال للتيمات أنها تشتغل والتيم كامل يأخذ القرار، مش الموضوع يكون خاص بمدير القسم أو بمدير الحالة أو إلى آخره، لا، لازم يكون شوي الموضوع لا مركزي، مش معين بشخص واحد، لا، لازم يكون متخذ من قبل الفريق كامل حتى يقدر يأخذ راحتهم في تطبيق الـ evidence based medicine ويقدر يدوروا أكثر ويأخذوا أراء أكثر. الـ absorptive capacity is the organization ability to identify, capture, interpret, share, reframe, recodify new knowledge to link it with its own existing knowledge. هس شايفين كل هذا الموضوع اللي السطرين هذولا اختصارهم بس flexibility للorganization، تكون flexible to change the previous protocol to new one، تمام، existing knowledge to new knowledge، تمام، new knowledge to recodify it أو reframe it with the existing knowledge. فبس هي باختصار flexibility of organization to change the previous protocol to a new one، وهذا new one برضو يكون يعني appropriate، مناسب للاستخدام، ملائم وصحيح وبمكانه، وحتى نقدر نتخلى عن البروتوكول البريفيوس الماضي. في prerequisites، متطلبات الabsorptive capacity، وهاي المتطلبات هي ثلاثة، هون برضو في خطأ بالتنسيق، هي الثلاثة، تمام، حلميكوا عليها. The organization existing knowledge و skills base، لازم يكون عندهم في مجموعة من المهارات وفي عندهم برضو معرفة موجودة، مش انهم والله ما عندهم مش معرفة ومن جديد بدهم يطبقوا موضوع يبلشوا يجددوا، لا، لازم هم اصلا يكون عندهم معرفة حتى يجددوها، تمام. Especially it's store of trust knowing the ropes type of knowledge، في نوع من المعرفة اللي هو knowing the top knowing the ropes، انت تعرف
الخفايا الأمور، تعرف شو وراء كل إشي أنت بتعمله. هذا النوع من المعرفة نوع مهم جدا يكون موجود في الأورجانيزيشنز. Pre-existing related technologies. Pre-existing related technologies يعني learning organization. هذا الإشي pre-existing related technologies learning organization، تعلم الأورجانيزيشن نفسها عن طريق أنك أنت تسمح للأطباء يشاركوا معرفتهم مع بعض، تسمح للناس تشارك تمام، وتشجعهم أكثر أنهم يتعلموا ويشاركوا معرفتهم مع بعض بداخل هاي الأورجانيزيشن. وآخر إشي اللي هي proactive leadership direct towards enabling this knowledge sharing. لازم يكون في عندك قيادة proactive، قيادة استباقية، قيادة عندها vision وعندها رؤية صحيحة، تقدر تسمح بمشاركة المعرفة، استخدام المعرفة الصحيحة، مش انه تكون والله قيادة restrictive يعني هيك قاسية وبتسمحش لأي آراء ثانية غير الآراء الموجودة عندها بالمستشفى والمتعودين يعملوها. لا، تكون في عندك شوي هيك flexibility وتقدر تسمح للknowledge sharing. آخر شيء، how can we organization develop، how can we help organizations develop the appropriate structures systems and values support evidence based practice. احنا بدنا نخلي هاي الاورجانيزيشنز تمام تكون تدعم تمام، احنا روجنا لها ودخلنا الايفيدنس بيس ميديسين وعرفنا كيف ندخله وشو الاورجانيزيشنز اللي لازم تكون مناسبه، شو خصائص الاورجانيزيشنز حتى تدخل الايفيدنس بيس ميديسين. هسه بدنا نعرف كيف نطور الموضوع اكثر، يعني هاي الاورجانيزيشن دخلنا لها والمستشفى دخلنا لها الايفيدنس بيس ميديسين، تقدر تطوره. حتى تقدر تطوره تمام لازم يكون عندها في شويه فيترز وخصائص، وتكون هيك يعني تقدر تتعلم من اخطائها اكثر واكثر. فبيحكي لك whilst there is a wealth evidence of evidence on sort of organization that support evidence based practice, there is much less evidence on the effectiveness of a specific intervention to change an organization to make it more evidence based. بحكي لك انه بينما في عندك أدلة تعتمد على الأورجانيزيشن اللي بتدعم الإيفيدنس بيست براكتس، في هناك أدلة أقل على بعض شو اسمه فعالية الأدوية أو العلاجات المعينة تمام. فالأورجانيزيشن لازم تشتغل أكثر على حالها حتى تغير الإفكتيف، توجد أدلة أكثر تمام، وتزيد الأدلة اللي بتثبت الإفكتيفنس تبعيت سبيسيفيك انترفينشن استخدمتها الأورجانيزيشن نفسها. The critical point here is the flexibility of the organization to change and accept the interventions. لازم يكون فيه عندنا هنا flexibility من الorganization نفسها حتى تتقبل التغير وتتقبل الinterventions الجديدة. حتى تكون متقبلة تمام وflexibility. هاي الorganization بنسميها learning organization. Learning organization helps to change it more evidence based organization. احنا انت لما تخليها more learning organization تقدر تتعلم، يعني شو يعني تقدر تتعلم؟ يعني بتقدر change و accept intervention، في عندها flexibility في change and accepting the new interventions. Learning organization هذه تمام اذا صارت اي organization، اذا صارت more learning organization حتكون طبقت وصارت more evidence based organization. وكل ما صارت more evidence based organization وصارت more flexibility و learning organization فالاعتماد عليها هيكون اكثر، هاي reliable هيكون كثير مصدقة يعني هيكون لها سمعتها، يعني بمعنى هيكون لها سمعتها الطيبة بين الناس والناس كلها تمدح في الاجراءات اللي تتخذها المستشفى وانهم بيعالجوا صح والناس تيجي من مكان بعيد عليها. يعني هذا كل organizations تطمح تكون هاي الريلايبل معتمدة جدا بالنسبة للناس ورأي ناس كثير فيها يكون قوي. في 5 features of learning organization، لازم كل organization تشتغل على هاي 5 features حتى تصير more evidence based organization، حتى تصير more evidence based organization. هذول 5 features حفظ يعني، بس مش حفظ حرفي يعني بدك تفهمهم. النقطة الأولى، people are encouraged to move beyond the traditional professional or department boundaries تمام. الناس أو اللي بيشتغلوا في القطاع اللي جوا هاي الorganization يكونوا مشجع، يعني عندهم مشجعين تم تشجيعهم إنهم
يفكروا بطرق خارج الصندوق، خارج الترديشنال بروفيشنال والديبارتمنتال باوندريز، الحواجز الإدارية والمهنية. تمام، يفكروا بأوبن سيستمز ثينكينج. أوبن سيستم ثينكينج يعني يفكروا بأي طريقة ممكن هم يلاقوها حتى لو كانت تتعارض مع الآراء الإدارية والآراء شو اسمه آراء المهنية الموجودة، البروفيشنال الموجودة في هاي الأورجانيزيشن. هم ما دام فكروا أوجدوا طريقة، نفحص هاي الطريقة هل هي فعالة فعلا، تقدر تشتغل ولا لا، بعدين نقدر نطبقها. إذا كانت غير فعالة بنسحب عليها، بس إذا كانت فعالة إحنا حنستفيد. بس إذا إحنا منعنا التفكير هذا أو الأوبن سيستم ثينكينج، ما حنطلع أصلا بأفكار ثانية، ما حنطلع بأفكار ثانية. الأفكار الثانية هي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، بس فكرة إيجاد أو الأوبن سيستم ثينكينج، فكرة إيجاد ثوتس جديدة، أفكار جديدة، هاي لازم أول خطوة فيها encourage to move beyond traditional professional department boundaries، كسر الحواجز الإدارية أثناء التفكير وإيجاد الحلول. النقطة الثانية individuals personal leading learning needs are systematically identified and addressed. لازم الorganization تقدر تعرف وتحدد شو نوع المعرفة اللي لازم يكون بكل حدا بده يقدم يشتغل عندها، كل شخص موجود بيشتغل عندها شو المعرفة اللي لازم يتطور فيها أكثر وتحاول توفر له إياها عشان يتطور أكثر وأكثر ويزيد من evidence based medicine جوا الorganization هاي. النقطة الثالثة هي learning occurs to some extent in teams. لازم يكون التعلم والإيفيدنس بيس ميديسن ويكون بشكل أكثر خلال تيمز، خلال أفريقة. حكينا إنه الإيفيدنس بيس ميديسن بيكون فعال أكثر بالأفريقة، والأورجانيزيشن تشتغل على إنها تكون أفريقة أكثر حتى توصل إلى هدفها، توصل إلى أهدافها اللي هي بحاجة لها، وتكون يعني إحنا حكيناها فوق اللي هي أيوة functionally differentiated، يكون في مقسمة أكثر وفي عندك تيمات أكثر، والتعلم يكون خلال تيمز، خلال أفريقة. النقطة الرابعة هي effort are made to change the way people conceptualize issues. كيف الناس بتفكر وبتفهم المرض المعين، كيف تفهم طريقة علاجه، لازم تتغير. تمام، لازم الorganization تشتغل على هذا الاشي، تبذل جهد ان تغير طريقة تفكير الناس في موضوع معين. فلازم يعني الناس تتقبل والمرضى يتقبلوا ال creative and new solves للبروبلمز. تمام، الحلول الجديدة اللي انتم بتخترعوها كأطباء واللي بتوجدوها او اللي يعني بتبحثوا عنها وبتلاقوها. اخر شيء senior clinicians and managers provide leadership to drive through a shared vision with coherent values and clear strategic direction so the staff willingly pull together towards a common goal. اللي هم senior clinicians او اللي هم الاطباء الكبار بالمستشفى والمانجر والمديرين، لازم يكون عندهم روح قيادية ويكون في عندهم leadership يقودوا، حتى يقودوا الرؤية تبعيت الorganization كاملة، هاي shared vision، ويحاولوا هاي shared vision تكون بقيم مشتركة وبالاستراتيجية أو بطريق استراتيجي واضح أمام الكل، حتى الستاف أو الطاقم كامل يتبعهم عن إرادة ويكون فعلا بيشتغل للأهداف هاي الموجودة. فالليدرشيب أو السينيور بروفايدنج الليدرشيب كثير مهم برضو حتى الناس اللي بتشتغل لهاي الأهداف. هيك انتهت المحاضرة، محاضرة دسمة للأمانة، وإعداد شرف مكاحلي الله يجزي الخير يا رب. أسه بالنسبة للأشياء المهم تدرسوها والمش مهم تدرسوها، بس على السريع عشان ما نطول على الفيديو أكثر من هيك، الانترودكشن هاي انسوكم منها، الواي إفنس بيس ميديسن هاي مهم تفهموها تدرسوهم كاملين، هاي الرسمة هون عادي هاي لو ما درستوها بس افهموا خطوات هاي، الدومينز اوف إفنس بيس ميديسن برضو درسوهم، البرنسبلز ادرسوهم. ولو بالفيديو انا اختصرت هنا وحاولت اسهل عليكم دراستهم، شوفوها 7 A's هاي اسحبوا عليهم، يعني تدرسوا شو المخطط هذا، افهموا هاي النقاط ask searching sources، وبعديها الايفيدنس بيراميد، هاي النقاط هون فيش داعي لها، احفظوا البيراميد هذا، احفظوا البيراميد هذا كامل، يعني حفظه سهل صراحة. انت بس حط بالك انه مثلا الاشياء الجديدة علينا الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو فوق، بعديها الار سي تيز اللي احنا بنعرفها، بعديها الكوهورت والكيس والكيس كنترول كيس ريبورت، الاشياء اللي حافظينها والاكسبرت اوبينيون بعديها، واخر شيء هذول الثنتين اللي هم يعني ما لهم مش داعي. كريتيكالي ابرايزد ايفيدنس هاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا، هاي هيك هاي الجزء هذا كامل مهم جدا، وهذا المخطط اللي سهلت عليك وحفظه
افهموا ودرسوا عنه. apply the evidence برضو هاي مهمة. evaluate the whole process هاي مهم تفهمها شو هي، يعني تفهم شو هي، مش مهم تفهم الأسئلة بالحرف، بس مهم تفهم إن أنت بدك تعرف شو السؤال سألته طرحته كان سؤال صح، هل المصادر دورت عليها مصادر حقيقية ولا لا ومصادر صحيحة، وهل اشتغل الإيفيدنس اللي طلعته، وبعديها تعمل رياسس الاستراتيجية كاملة وتشوف شو رأي الآخرين فيها أو الكوليجز والبروفيشنال في الاستراتيجية تبعيتك. البنيفيتس والتشالنجز هذول مهمات، والتشالنجز يعني واضحة، بس البنيفيتس هذول فهمتك اياها بكلمه مورك. التشالنجز يعني واضحه بدهاش اثنين يحكوا فيها، يعني التكنولوجي وانتشار التكنولوجيا على العالم هاي تشالنج بالنسبه للايفيدنس بيس ميديسن ادوبتينج، برضو الاندرستاندينج للابيديميولوجيكال ستدي ديزاينز، واخر شيء الاتيتيود اوف ذا كلينيشنز. هذا نسوكم منه بالكامل. لينكينج ريسيرش ايفيدنس بيس ميديسن بكلمه يوزر شرحت لكم اياها، بس بدك تفهم لازم يكون عندهم مهارات كلينيكال وريسيرش نوليدج، والريسيرش نوليدج بنجمعه بكلمه يوزر، وهذول اتوقع يجي عليهم سؤال. وهي الواي واي بروفيشنال ار سلو تو ادابت ايفيدنس بيست براكتس، هاي النقطه فيش فيها شيء، بس بدك تفهم انه الموضوع ما لهوش علاقه بالدقاره او بالرفض الاطباء لموضوع الايفيدنس بيست ميديسين، لا الموضوع فيه له اكثر من سبب. وافهم هاي الكلمه بالعربي، هاي الجمله بالعربي هنا، والباقي يسحب عليه زي ما انا شرحت لكم اياه، تبعت مع الشرح خلاص بكفي. وهاي مهمه 17 سنه الافريج اوف ريسيرش انيشيشن تو ابلكيشن هون. هاو تو افويد سفرينج از كوزد، هاي الفقره تمام، هاي الفقره الاولى اللي فيها المثال هذا، وهاي اللي شرحت لكم اياها، هذا اسحب عليه. وهون الكونكلود هاي يعني استنتاج، اذا بدك تدرسها درسها، بس يعني هي استنتاج للشرح اللي فوق، وانا خلال الشرح يعني شرحته بشكل اللي تفهموه. هذول النقاط الثلاثة مهمات، برضو هاي مهمة ووضحت لكم إياها، يعني افهمها زي ما أنا وضحتها أريح لك. في عندك طريقة conventional، بعديها طريقة حدثوها، في ناس أقل بيجولها، بعديها صار في عندك integrated وهي الأفضل، وآخر إشي اللي هي intensive short courses شو هي وليش، يعني صار شو بتزيد، بتزيد النولج وبتزيد السكيلز وبتزيد البيهيفير. هذول برضو مهمات، وهاي مهمة وهاي مهمة كاملة. بس اتمنى انه قللت عليكم يعني شويه الشغلات الدراسه، والله يعطيكم العافيه يا رب، بالتوفيق في الامتحان.